تمام. طيب نبدأ بقى كده السكشن. النهارده ان شاء الله احنا عايزين نتكلم على النمبرينج سيستم، تمام؟ يبقى ده العنوان الكبير بتاعنا، ماشي؟ نمبرينج سيستم. عايزين نتكلم عن ايه؟ هنكتب بس كده الاجنده اللي هنمشي عليها، تمام؟ في الاول خالص كده احنا عايزين نشوف موضوع الباينري سيستم والديسيمال، تمام؟ والهكسا ديسيمال والاوكتال وحاجه اسمها البي سي دي، ونشوفوا ايه كذا مثال كده نتدربوا عليهم سوا في التحويل من ايه، من نظام للتاني، تمام؟ من انظمه النمبرنج سيستم دي. طيب بعد كده عايزين نحل كذا مساله، تمام؟ هندخل فيهم شغل الكومباينيشنال لوجيك بتاع اللي هو ايه الترو ستيبل وكارد ماب وكده، بس ايه هتبقى مسائل افكارها كلها هي حوالين النمبرنج سيستم برضه، تمام كده؟ طيب بعد كده هناخد ايه؟ بعد كده هنبتدي ان احنا ناخد، تمام؟ حاجه اسمها ازاي ان احنا نعبر عن السايند والانسايند نمبرز، تمام؟ يعني الارقام اللي هي ليها اشاره سايند والانسايند اللي هي الارقام اللي مالهاش اشاره، تمام؟ اللي مالهاش اشاره اللي هي موجبه يعني، تمام؟ السايند نمبرز دي اللي هي قد تكون موجبه قد تكون سالبه وهكذا. فاحنا ازاي، هي دي المشكلة عندنا اللي هي السايند نمبرز. فازاي ان احنا هنعبر عن السايند نمبرز؟ هنلاقي ان في ثلاث تعبيرات ممكن ان احنا نستخدمهم. في حاجة اسمها سايند ماجنتيود، تمام؟ وفي حاجة تانية اسمها الوانس كومبلمنت، تمام؟ وفي حاجة ثالثة اسمها التوس كومبلمنت، تمام؟ توس كومبلمنت. والتوس كومبلمنت دي هي اللي هتكون ايه؟ هي اللي هتكون الديفولت بتاعتنا. يعني لما هنعبر عن رقم سايند هتكون دايما بالايه؟ بالشغل بتاع التوس كومبلمنت، اللي هو ان احنا ازاي نعبر عن ايه؟ ازاي نعبر عن رقم بالنيجاتيف. يبقى رقم بالنيجاتيف يا اما هنعبر عنه بحاجه اسمها سايند ماجنتيود، يبقى الوانس كومبلمنت، يبقى التوس كومبلمنت. ومعظم شغلنا بعد كده هيكون بالايه؟ هيكون بالتوس كومبلمنت دي، تمام كده؟ طيب بعد كده عايزين نلفت النظر، تمام، لحاجه برضو اتشرحت في المحاضره نحله برضو عليها مثال، اللي هو موضوع كده اسمه الاوفر فلو، تمام؟ بس قبل الاوفر فلو احنا عايزين ناخد ايه؟ احنا عايزين بعد ما ناخد موضوع السايند والانسايند عايزين ناخد العمليات الارثماتيك، تمام؟ ايه الارثماتيك اوبريشن دي؟ اللي هي عمليات الجمع الاديشن، تمام؟ عمليات السبتراكشن، عمليات الملتيبليكيشن وهكذا، تمام كده؟ طب ازاي ان احنا نعمل العمليات دي؟ بس هنعملها في انهي نظام؟ نظام الباينري، تمام كده؟ طيب عايزين نختم كلامنا باخر توبيك عندنا اللي هو توبيك الهاف ادر والفول ادر والبارالل ادر، تمام؟ ده عايزين ايه؟ هيكون ختام كلامنا. طيب وبعدين هنحل في الاخر خالص مثال كده ميجا، المثال ده هيبقى ايه؟ هيبقى شامل الدنيا اللي احنا قلناها دي كلها. طيب كده انتوا ايه الخطه معانا، تمام؟ طيب تعالى بقى كده ايه؟ نبتدي بقى سوا. يا جماعة يلا بينا. باشمهندس أول وحضرتك حاجة شرحت الـ اتفضل. SR latch اللي هي كانت في محاضرة الدكتور توفيق ولا دي؟ بص يا باشمهندس، الـ SR latch، الـ SR latch الفيديو بتاعها مرفوع من قبل الميد تيرم، موجود على التيمز. ممكن تمام. تكون أنت ما خدتش بالك منه لأن هو اترفع في الأسبوع اللي هو كان قبل الميد تيرم، وما كانش التوبيك ده داخل في الميد تيرم، فأعتقد إن ما حدش فيكم ذاكره أصلاً. ما انا ما خدتش بالي منه، شكرا. ما انا عارف هي معظم الناس ما خدتش بالها، بس هو الفيديو موجود على هتخش كده في التيمز بتاع الماده، هخش في تيم الماده هتلاقيه في الفولدر يعني بتاع التوتوريالز، اوكي؟ تمام، شكرا يا باشمهندس. العفو عليك. طيب نبتدي بقى كده. لو برضو في حاجه ما فهمتهاش يعني كده برضو ممكن نبقى نعمله في الاخر ميتنج كده، ايه، نبتدي ان احنا نشوف الاسئله مع بعض اللي هتلاقيها وقفت معاك في الجزء ده، ما تقلقش يعني لو في حاجه ما فهمتهاش ايه هنظبطها سوا ان شاء الله. باشمهندس لو سمحت بجزء، هو بس كنت عايز اسال، هو دكتور توفيق رد على جزء الانتربت وقال لنا انه معانا ولا مش معانا ولا ايه ايه بالظبط؟ والله والله بص انا لحد دلوقتي صدقني ما قابلتوش لسه، اوكي؟ بس انا يعني انا عايز اقول لك هخلص دلوقتي معاك التوتوريال، هبعت له ميل اساله سؤالك ده بشكل صريح وهرد عليك على طول بمجرد ما يرد عليا، تمام؟ تمام يا باشمهندس، تمام. اوكي يلا بينا. دلوقتي بقى عايزين نشوف ايه حكايه بقى اللي هو النمبرنج سيستم، باينري وديسيمال وهكسا ديسيمال وهكذا، تمام؟ بصوا يا جماعه دلوقتي
لو انا جيت قلت لك ايه، لو قلت لك عايزين نتكلم على هيئة examples، تمام؟ لو قلت لك convert، convert ال binary number اللي هو بيساوي 1 1 0 1 1، ولما اكتب لك 2 تحتيها كده معناه ايه؟ معناه ان بقول لك ان الرقم ده binary. ايه الرقم ده binary؟ يعني الradix بتاعنا 2 او البيز بتاعنا 2. يعني ايه البيز 2؟ يعني البيز بتاعنا رقمين اللي هما 0 و 1. يبقى اذا رقم 2 اللي تحت دي اللي هي كاني بقول لك ان الرقم ده binary. خد بالك ان بدل ما اقول لك 2 انا ممكن اقول لك bin، bin for binary يعني، تمام؟ طب يبقى هقول لك convert الرقم ده للباينري to decimal. حوله لي لايه؟ حوله لي للديسيمال. طيب تعالى بقى نبتدي الحل. الحل هيكون كالتالي، حضرتك بتبتدي تكتب الرقم بتاعك 11011، وبنبتدي ان احنا ايه؟ بنشتغل باسلوب كده اسمه اسلوب ايه؟ اسلوب الويت. ايه موضوع الويت ده؟ انت عندك اول خانه خالص على اليمين الويت بتاعها بكام؟ 2 باور 0، ودي اللي هي 2 باور 1 2 باور 2. اشمعنى 2؟ لان احنا باينري البيز بتاعنا 2، يبقى البيز تو ذا باور 0 تو ذا باور 1 2 3 4 وهكذا، تمام كده؟ طب خد بالك ان 2 تو ذا باور 0 دي يعني كام؟ يعني 1، و2 تو ذا باور 1 يعني كام؟ يعني 2، 2 تو ذا باور 2 يعني 4. ها 2 3 دي تبقى كام؟ 8. 2 اس 4 دي كام؟ اللي هي 16. يعني كاني بقول لك ان الخانه دي الوزن بتاعها 1، الخانه دي الوزن، الخانه دي الوزن بتاعها 2، الخانه اللي بعديها الوزن بتاعها 4، اللي بعديها 8، اللي بعديها 16 وهكذا. فكل اللي هتعمله انك هتضرب الرقم في الوزن بتاعه. فانت عندك هيبقى 1 في 1، تمام؟ هيبقى عندك 1 في 1 ب 1، و1 في 2 ب 2، و0 خلاص في 4 يبقى 0، يبقى كانك ما عندكش الرقم ده اصلا. 1 في 8 ب 8، 1 في 16 ب 16، يعني وفي الاخر هنجمع ايه؟ هنجمع اللي هي الويتس بتاعتنا اللي بتكافئ 1 اصلا. لان اكيد الزيرو ده هتلاقيه، هتلاقي ان هو ملوش ويت، يعني كان الزيرو اتضرب في الويت فبقى بزيرو. يعني اذا نقدر نقول ان الرقم ده كله على بعضه هيساوي كام في الاخر؟ هيساوي ادي 8 و2 10 10 و16 دي 26 و1 27، تمام كده؟ يبقى 27 بالايه؟ بالنظام العشري، بالنظام الديسيمال. يبقى كده نقدر نقول ان 11011 بالنظام الباينري هو كده بيساوي 27 بالنظام الديسيمال. فده كده ايه اول مثال عندنا. طيب تاني هنعمل مثال تاني برضو علشان تبتدي ايه تفهم الموضوع كويس. لو قلت لك convert، convert عندك 111001، ماشي؟ حول لنا تعال نزود كمان 1 اهو، حول لنا ده كده بالباينري يساوي كام بالنظام الديسيمال. يبقى عايزين نحول برضو من باينري لديسيمال. طب يلا بينا الويت بتاعتنا، اوكي ادي الرقم اهو 111011، تمام؟ اتفقنا الويتس بتاعتنا. بتبتدي الخانه اللي على اليمين خالص دي يا جماعه، اللي على اليمين خالص دي بنسميها least significant bit، واللي على الشمال خالص بنسميها most significant bit، تمام كده؟ يبقى خد بالك ان اللي على اليمين خالص دي بنسميها ايه؟ least significant bit، يعني البيت ذات الاهميه الاقل، واللي على الشمال خالص اسمها most significant، يعني ذات الاهميه الاكبر. طب ده يرجع ليه؟ يرجع لان الخانه اللي على اليمين خالص الوزن بتاعها هو اقل وزن، والخانه اللي على الشمال خالص هي الوزن بتاعها هي اعلى وزن. يبقى اذا انت في عندك حاجه اسمها least significant bit و most significant bit. طب نبتدي نكتب الاوزان بتاعتنا. يلا بينا الاوزان اتفقنا انها ايه؟ مضاعفات رقم 2، تمام؟ يبقى 1 2 4 8 16 32 64 اللي هي النظام بتاعنا الثنائي ده، يبقى 2 0 1 2 3 وهكذا، تمام؟ طب انت كده عندك ايه الاوزان اللي ظاهره معاك بقى؟ ال 64 ظاهره معايا، ال 32 ظاهره معايا، ال 16 معايا، لكن ال 8 وال 4 لا، لان هما مضروبين في صفار، تمام؟ يبقى معانا كمان ال 2 ومعانا كمان ال 1. يبقى كده دول ايه؟ دول الاوزان اللي ظاهرين معايا. طب يبقى كده الناتج بتاعنا ده كله على بعضه هيكون بكام؟ هيبقى عندك اهو 64، 64 و 16 ادي 80، 80 و 32 يبقى دي عندك 112، 112 و 3 يبقى عندك 115. يبقى اذا انت عندك الرقم ده كده هو 115 بايه؟ 115 بالديسيمال. اتفقنا كده يا شباب؟ طيب ده كده ايه اللي هو التحويل من باينري لديسيمال. طب تعالوا كده نعمله العكس. يعني انا دلوقتي لو اديتك مثال تاني قلت لك ايه؟ قلت لك convert، تمام؟ convert
هات نفس ال 115 دي، تمام؟ يعني نفس ال 115 ديسيمال، تمام؟ اهي قلت لك حولها لي، يا ترى بتساوي كام بالباينري؟ طب هنا بقى اسلوب التحويل هيبقى عامل ازاي؟ اقول لك بقى الحل بتاعنا هيكون كالتالي، تمام؟ يلا سوليوشن. دلوقتي انت عندك ال 115، تمام؟ ال 115 بتاعتك هتساوي، دلوقتي انت عندك ايه؟ اكيد هتساوي شويه ايه، شويه وحايد وصفار جنب بعضيهم كده، انا مش عارف عددهم كام، تمام؟ طيب فانت تبتدي تقول ايه؟ تبتدي انك تحط الاوزان، الليست سيجنيفيكانت بيت اللي هي اكتر واحده على اليمين الوزن بتاعها كام؟ الوزن بتاعها بيبقى واحد. طب ودي بتبقى كام؟ 2 4 8 16 32 64، لو كمان كنت حطيت واحد كان هيبقى 128. طب انا هقف امتى؟ هتقف لما تلاقي ان الوزن بتاعك هو اكبر من مين؟ اكبر من الرقم المراد تحويله اصلا. طيب يبقى كده انا عرفت ايه؟ انا عرفت ان انا هقف لحد مين؟ هقف لحد ال 64. يعني ده معناه ان انا اشطب ال 128 دي؟ هشطبها. اتفقنا؟ يبقى كده انت هتعمل ايه؟ انت هتقف لحد اخر وزن اصغر من الرقم اللي انت عايز ايه؟ الرقم اللي انت عايز تحوله. اما الوزن اللي هو الاكبر من الرقم اللي عايز تحوله، يعني الوزن ابو 128 اللي هو اكبر من 115، ده احنا هنكنسله. طب يبقى الاوزان عندك اهي بالمنظر ده. تبتدي بقى تعمل ايه؟ تاخد ال 115 بتاعتك، اوكي؟ ال 115 بتاعتك. تبتدي بقى تعمل فيها ايه؟ اطرح منها اكبر وزن عندك، اكبر وزن عندك، يبقى 115. لو طرحت منها 64، هل ال 115 ينفع تشيل منها 64؟ ينفع. طب يبقى اذا طالما ينفع يبقى هنحط 1 هنا، تمام؟ يبقى طالما ينفع احط 1. طب هو لو ال 115، 115 شلت منها 64 هيتبقى لنا كام؟ هيتبقى لك 51. طيب ثانيه واحده بقى، ال 51 ينفع تشيل منها الوزن اللي بعديه اللي هو 32؟ ينفع اشيل من ال 51 32، طالما ينفع يبقى هنحط 1، تمام؟ يبقى قول لي بقى 51 لو شلت منها 32 هيتبقى لك كام؟ هيتبقى لنا، تمام، 19. طب دلوقتي بقى ال 19 ينفع تشيل منها الوزن اللي وراه؟ ينفع 19 اشيل منها 16. يبقى طالما ينفع اطرح يبقى احط 1، تمام كده؟ طب هي 19 ناقص 16 هتساوي كام؟ تساوي 3. طب حلو جدا. ال 3 ينفع اشيل منها 8؟ لا ما ينفعش، يبقى احط 0. طب ال 3 ينفع اشيل منها 4؟ لا ما ينفعش، يبقى احط 0. طب ال 3 ينفع اشيل منها 2؟ ينفع اشيل منها 2، يبقى احط 1. لما ال 3 اشيل منها 2 يتبقى لنا كام؟ يتبقى لنا 1. اكيد في الاخر خالص الواحد ده هتلاقيه ينفع يتشال منه 1، يبقى هنحط كام؟ هنحط 1. وصلت؟ يبقى في الاخر خالص كده انا عرفت ان 115 بالديسيمال، تمام، بتساوي 111001 بالباينري. اوكي يا شباب، ادوني فيدباك كده ان انتوا فاهمين انا عملت ايه. هل المثال كان مفهوم؟ تمام تمام، كويس قوي. طيب عايزين نحل طيب مثال تاني علشان ايه؟ نفهم الموضوع برضو افضل. اوكي، لو جيت قلت لك برضو convert، حول لي رقم، اي رقم كده معانا، مثلا say 150، تمام، 150 بالديسيمال، يا ترى بيساوي كام بالباينري؟ تمام. طيب يبقى تعال نشوف الحل. اتفقنا ان احنا نعمل ايه؟ نقول 150 يساوي، تمام، هنبتدي ان احنا نحط اللي هي الويت، سوري، اللي هي الديجيتس بتاعتنا او البيتس بتاعتنا. طيب هبتدي اوقف امتى؟ واحده واحده. الاولاني خالص على اليمين بيبقى الوزن بتاعه 1، تمام، بالباينري، وده الوزن بتاعه 2 4 8 16 32. ها اوقف ولا لسه؟ لا لسه. 64، ها لا لسه. 128، هل ال 128 اصغر من 150؟ يبقى كمل. اللي بعده ده هيبقى كام؟ اللي هو 256. لا ثانيه واحده بقى كده، انت وصلت لوزن 256 وده اكبر من الرقم المراد تحويله اصلا. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال 256 دي مش معانا، واحنا اخرنا هنقف لحد ال 128. طيب يبقى كده ايه؟ وقفنا لحد اكبر وزن اقدر اطرحه من الرقم بتاعي. هبتدي بقى اقول ايه؟ يلا واحده واحده كده مع بعض. هبتدي اقول ان ال 150 ينفع اشيل منها 128؟ طبعا ينفع. طب يبقى لو قلت 150
شلت منها 128 تمام، 150 شلت منها 128، يتبقى كام يا جماعه؟ يتبقى 22. طب ال 22 ينفع اشيل منها 64؟ لا ما ينفعش. ينفع اشيل منها 32؟ نفس ال 22 اشيل منها 32؟ لا ما ينفعش. طب ال 22 ينفع اشيل منها 16؟ اه ينفع. يبقى 22 اقدر اشيل منها 16. طب هيتبقى لك كام؟ هيتبقى لك 6. يبقى مبدئيا كده ال 22 ينفع اشيل منها 16؟ اه ينفع. يبقى احط 1. طب لما شلت منها 16 بقى معايا 6 في ايدي اهم. ال 6 ينفع اشيل منهم 8؟ لا ما ينفعش. طب ال 6 ينفع اشيل منهم 4؟ اه ينفع. يبقى ال 6 لما اشيل منهم 4 يتبقى لنا كام؟ يتبقى لنا 2. طب ال 2 ينفع اشيل منهم 2؟ اه ينفع. اهو ساعتها مش هيتبقى لك حاجه، يبقى 2 ناقص 2 بصفر. يبقى ساعتها انت مش محتاج الواحد الاخراني ده في حاجه. فهمتوا كده يا جماعه؟ طيب يبقى كده ده معناه ان 150 بالديسيمال هو بيساوي 100 101 10 بالباينري. تمام؟ طيب خدها برضو قاعده كده، ان الرقم بتاعك لو ايفن فده معناه ان هو هينتهي بزيرو. لو الرقم بتاعك كان اود فده معناه انه هينتهي ب1. فدي خدها قاعده كده يا جماعه، اوكي؟ يعني في الارقام الباينري لو الرقم بتاعك اصلا كان اود فهو هينتهي ب1 في الليست سيجنيفيكانت بيت. تمام؟ اما لو كان الرقم بتاعك كان ايفن فهو هينتهي بايه؟ هينتهي بزيرو زي ما انتم شايفين هنا في الليست سيجنيفيكانت بيت. اوكي؟ طب ده كده ايه؟ انديكيشن انك ماشي صح برضه. طب ده كده عمليه الكونفرجن. قول يا شمس. كنا خدنا طريقه في كومبيو اللي هي بنقسم العدد صح كده؟ ناخد الريميندر. عايز عارف او تشوف الريميندر والكلام ده كله صح كده يا شمس؟ عايز تستخدم اسلوب القسم مفيش مشكله خالص. تمام. ماشي؟ فيعني ده طريقه ثانيه اللي احنا بنعملها دي، بس عايز تستخدم موضوع القسمه انك تفضل تقسم على 2 وتشوف هل في ريميندر ولا مفيش ريميندر. لو في ريميندر يبقى هنحط 1، مفيش ريميندر نحط 0، وتفضل تكمل. وبعدين كنت بتكتب الريميندرز دي من تحت لفوق صح كده؟ صح كده. تمام. عايز تستخدم الطريقه بتاعت القسمه دي عادي يا باشمهندس، براحتك خالص، المهم طلع لي الناتج ان شاء الله. تمام. تمام. طب حلو جدا. دلوقتي يبقى احنا كده اتكلمنا على الباينري والايه، الباينري والديسيمال. طيب في عندنا انظمه ثانيه غير اللي هي الباينري والديسيمال. في عندنا الهكسا ديسيمال، في عندنا الاوكتال. تمام كده. طيب بالنسبه للنظام اللي هو الاوكتال، تمام، ايه نظام الاوكتال ده؟ اللي هو النظام اللي البيز بتاعه بيساوي 8. تمام. البيز بتاعه بيساوي 8. يعني ايه البيز بتاعه بيساوي 8؟ يعني الرموز اللي احنا بنتعامل فيها هي رموز من 0 لحد 7 بس. تمام. مفيش عندنا ارقام بعد 7، انت عندك 8 رموز فقط من 0 ل 7. تمام كده. يبقى البيز عندنا المره دي كام؟ البيز المره دي عندنا ب 8. طيب عايزين نحل مثال كده مع بعض. اكزامبل، لو جيت قلت لك ايه؟ لو جيت قلت لك ان انت عندك رقم، الرقم ده بيساوي 1 2 3 بالنظام الاوكتال. بالنظام الاوكتال ده يا ترى بيساوي كام كنظام بني ادمين بقى زينا كده اللي هو الديسيمال؟ تمام. فده بقى هيساوي ايه؟ هيساوي الاتي. بص بقى، نفس فكره الويت. يبقى دايما وانت بتحول لديسيمال احنا بنتعامل بفكره الويت، بس المره دي الويت بتاعنا مش جاي من باينري سيستم، ده جاي من اوكتال سيستم. فساعتها الوضع هيكون كالتالي، ان انت هتحل اهو، تقول ان انت عندك الارقام ادي 1 و2 و3. الويت بقى بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ بنبتدي من الليست سيجنيفيكانت اللي هو اللي على اليمين. الويت بتاعه هيبقى اللي على اليمين ده كام؟ فاكرين كنا بنقول 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2. اه ده ايام ما كان اصلا البيز بتاعك 2، يعني لما كنت باينري. بس حضرتك انت الرقم ده البيز بتاعه 8. اه يبقى دلوقتي 8 اس 0، 8 اس 1، 8 اس 2. اه كده الموضوع اختلف. طيب واحده واحده بقى كده. 8 اس 0 دي يعني كام؟ 8 اس 0 دي يعني 1. تمام. 8 اس 1 يعني 8. 8 اس 2، 8 في 8 ب 64. تبتدي بقى تعمل ايه؟ كل رقم تضربه فين؟ تضربه في الويت بتاعه. يبقى عندك في الاخر ده هيساوي كام؟ هيساوي 1 ضرب 64 زائد 2 ضرب 8 زائد 3 ضرب 1. يبقى كده كل رقم ايه؟ اتضرب في الويت بتاعه. يعني انت في الاخر عندك خالص الرقم بتاعك ده هيساوي كام؟ هيساوي 64 زائد عندك 2 في 8 ب 16، هتحط عليهم كمان 3 في 1 ب 3، يدي لك كله على بعضه كام؟ 83. يبقى اذا 1 2 3، خد بالك دي مش 123، ها 123 لو كنا بنظام الديسيمال، لكن دي اسمها 1 2 3.
1 2 3 بالاوكتل هو بيساوي 83 بالديسيمال. يبقى كده انت حولت اهو من اوكتل لايه؟ من اوكتل لديسيمال. اتفقنا؟ طيب ده كده عظيم جدا. تعالى بقى عايزين نعمل مسألة العكس، تمام؟ يعني لو جيت قلت لك ايه، قلت لك convert اي رقم كده، تعالى مثلا نقول ايه 333، ماشي 333 بالديسيمال، يا ترى بيساوي كام بنظام الاوكتل؟ تمام كده، يا ترى بيساوي كام بنظام الاوكتل؟ اوكي، هنعمل برضو نفس فكرة ايه، نفس فكرة عمليات الطرح اللي احنا كنا بنعملها لما كنا بنحول لباينري، بس المرة دي احنا بنحول لأوكتل. طب بالراحة كده، انت عندك ادي 333 يساوي، انا مش عارف هما كام ديجيت، فانا هبتدي احط كده رقم عشوائي، تمام؟ ايه رأيك المفروض الديجيتس بتاعتك في الأوكتل الوزن بتاعها كام؟ والله الاولاني ده وزنه 8 أس 0 وده 8 أس 1 8 أس 2 8 أس 3. طب انا عايز اعرف انا هوقف امتى؟ طب بالراحة كده، ما هو 8 أس 0 ده يعني كام؟ 8 أس 0 ده يعني 1، 8 أس 1 يعني 8، 8 أس 2 يعني 8 في 8 ب 64، تمام؟ طيب بالنسبة لل 8 أس 3، تمام؟ 8 أس 3 ب 512. طب ثانية واحدة، هل دلوقتي ينفع احط الويت اللي هو 512 ده؟ لا ما ينفعش، لان الويت ال 512 هو اكبر اصلا من الرقم المراد تحويله. يبقى اذا انا ده ايه؟ ده هشطبه، يبقى بتاع 512 ده هبتدي اشطبه، مش معانا. طب تبتدي بقى واحده واحده معايا كده، ال 333، بص يا جماعه ركزوا بقى هنا، ال 333 ينفع تشيل منها اول ويت عندك اللي هو ال 64؟ هو ينفع، تمام؟ طب ينفع اشيل منها كام 64؟ طب بالراحه بقى، انا لو شلت اول 64 هيتبقى لي 269، ينفع اشيل تاني 64؟ ماشي، يبقى ناقص كمان 64، اداني 205. طب كمان ناقص 64، يعني بص اقول لك على حاجه، خليك كده عشان تبقى ايه حاسس معايا، تمام؟ بصوا يا جماعه كده بالراحه، عندك ال 333 انا هشيل 64 منها، يتبقى لك 269، اظن ينفع اشيل كمان 64 اهو، اداني 205، اظن ينفع كمان اشيل الويت بتاع ال 64 اهو، اداني 141، اعتقد اشيل كمان 64 متاح، ادالك 77، الله ده 77 ممكن اشيل منها كمان 64، يلا ماشي كمان 64، ادالك 13، اظن ما ينفعش خلاص اكتر من كده تشيل 64، تمام؟ طب خد بالك بقى من حاجه، حضرتك كده شلت كام 64؟ ادي 1 2 3 4 5، يبقى ده معناه انك انت كده، ان انت كده شلت 5 من اللي هم الويت ال 64. اخر حاجه يا جماعه بقى اتبقت لك كام؟ اخر حاجه متبقي لك معاك في ايدك 13. طب 13 ينفع تشيل منها الويت اللي بعديها اللي هو 8؟ 13 ينفع اشيل منها 8، يبقى تقدر تشيل منها كام 8 يا جماعه؟ ايه اقدر اشيل منها 8 واحده بس، يعني ال 13 اقدر اشيل منها 8 واحده بس، يبقى هي واحده 8 بس. طب ال 13 لما تشيل منها، تمام، ال 13 لما تشيل منها كام؟ 8، حلو كده، يتبقى لك كام في ايدك؟ يتبقى لك 5. ال 5 تنفع تشيل منها بقى كام واحد؟ ما هي 5 وحايد بس كده، يبقى خلاص، يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان الرقم في الاخر بتاعك بالاوكتل هو 515. ها شباب وصلت كده، يبقى نقدر في الاخر نكتب الحل بقى بشكل شيك كده، ان 333 بالنظام الديسيمال ده بيساوي 515 بالنظام الاوكتل. ادوني فيدباك كده ان انتوا فهمتوا انا قصدي ايه. تمام. طيب كويس، الحمد لله الدنيا تمام. برضو الباشمهندس كنت من شويه بتكلمني على موضوع القسمه، انت المره دي كنت هتقسم على تمانيات بقى، تمام؟ تمام اظن، تمام، بس خد بالك وانت في الريميندر لازم دايما يبقى الريميندر على 8، ها اظن انت فاهم قصدي. تمام فاهم، يعني مثلا لو طلع لك الناتج الكسر ده مثلا 1 على 4 ما تقوليش يبقى الريميندر 1، لا يبقى الريميندر 2، 2 على 8. تمام تمام، انا اظن انك فاهمني. طيب يبقى ده كده ايه، ده كده اللي هو موضوع الكونفرجن لاوكتل. طيب في بقى حاجه دلوقتي، او تعالى لينا وقفه هنا، احنا لحد دلوقتي يا جماعه خدنا ايه؟ احنا خدنا ان احنا يكون عندنا نظام ديسيمال، تمام، اللي هو النظام الايه، نظام العشري، نظام الباينري، سوري العشري اللي هو الديسيمال، وخدنا النظام الباينري
اللي هو البيز بتاعه 2، وخدنا النظام الاوكتال اللي هو البيز بتاعه 8. اتفقنا مع بعض علشان يبقى عندك رقم باينري عشان احوله لديسيمال، يبقى هستخدم الويتس بتاعت اللي هي 2 to the power n دي، اللي هي 2 اس 0 و 2 اس 1 وهكذا. طب لو عندك رقم اوكتال وعايز تحوله لديسيمال برضو بنظام الويت، بس المره دي 8 to the power n. طب لو انا عندي رقم ديسيمال وعايز احوله لباينري، اتفقنا ان احنا بنشتغل بموضوع ايه؟ بموضوع ان احنا نفضل نطرح البيز، وبرضو لو عندك رقم ديسيمال وعايز تحوله لاوكتال برضو اتفقنا ان عن طريق ايه؟ عن طريق برضو عمليه الطرح زي ما عملنا من شويه. طب ايه رايك بقى لو عندنا بقى من باينري لاوكتال، من باينري لاوكتال، عايزين نحول بقى من باينري لاوكتال ومن اوكتال لباينري، تمام؟ قال لك ده بقى عن طريق ايه؟ قال لك ده عن طريق ان انت هتقسم ايه؟ هتقسم ثلاثات. ايه بقى نقسم ثلاثات دي بقى عشان نفهم كده كويس؟ يبقى دي عايزين نديها اي اسم، يبقى نسميها ايه؟ نقسم ثلاثات. اه والله تعالى نكتبها بالبلدي كده، نقسم ثلاثات، تمام؟ طب علشان نفهم بقى حكايه ثلاثات وده، يبقى انا دلوقتي داخلين على ايه؟ احنا داخلين على موضوع تحويل من باينري لاوكتال. طيب دلوقتي فور اكزامبل لو جيت قلت لك ايه؟ لو جيت قلت لك عندنا رقم بالباينري كده 101111010110، تمام؟ قلت لك عندنا رقم كبير اهو كده بالباينري، يا ترى ده بيساوي كام بالاوكتال بالنظام الاوكتال؟ فبصوا كده يا جماعه، حضرتك دلوقتي هتعمل ايه؟ هتكتب الرقم بتاعك تاني، تمام؟ اهو يبقى ادي السوليوشن بتاعنا، هنكتب بقى اهو، يلا بينا، ادي 1 0 1 1 2 3 4 1 2 3 4، بعدين 0 1 0 1 0 1 0 1، وبعدين في الاخر 1 0. بعدها حركه تعمل ايه بقى؟ هتبتدي من الليست سيجنيفيكانت بت، تمام؟ هتقسمهم ثلاثات. فهمتوا قصدي بايه بتقسيم ثلاثات؟ اهو هنبتدي من اليمين يا جماعه، ها من اليمين هنقسم ثلاثات، اهم اتقسموا ثلاثات، جميل. طيب هتبتدي بقى تعمل ايه؟ كل رقم لوحده كانك هتحوله لديسيمال. طب بالراحه كده سريعا، الرقم ده كده لو هحوله لديسيمال هيديني كام؟ بص بقى انت المفروض تكون ايه؟ المفروض تكون سريعا كده حفظت الارقام من 0 ل 15، تمام؟ بس لو انت لسه مش حافظ بسرعه، الوزن بتاعنا لو الرقم ده، لو يعني لو انا جيت قلت لك كده عندنا الرقم ده بس اهو كده بالباينري، بالباينري وعايزين نحوله لديسيمال، مش كان زمانك هتحط الويتس 1 2 4، تمام؟ 1 2 4 على طول. يبقى اذا تعالى نحوله هيبقى كام؟ هيبقى 2 في 1 زائد 4 في 1 يعني 6، من الاخر الرقم ده 6. طب الرقم اللي بعده ده يا جماعه يلا بينا برده سريعا كده، 1 2 4 ده 2 بس مش اكتر، يبقى 2، يبقى الرقم ده ب 2. طب الرقم اللي بعده 1 2 4 لما نيجي نحوله كاني بحوله لديسيمال عادي جدا، يبقى ده 1 زائد 2 زائد 4 يبقى 7. طب وده كده 1 2 4 يبقى ده 1 زائد 4 يبقى 5. يبقى اذا انت كده الناتج بتاعك هيبقى بكام؟ يبقى ده معناه ان الناتج بتاعنا هيبقى 5 7 2 6 بس بالنظام الاوكتال. فهمتوا بقى يا جماعه ازاي هنحول من باينري لاوكتال؟ عن طريق ان احنا نقسم الباينري بتاعنا ثلاثات، بس لو سمحت دايما انت هتبتدي التقسيم من اليمين، من least significant bit، from least significant bit، وتبتدي تقسمهم ثلاثات وتحول كل مجموعه من التريبلات دي تحولها لايه؟ تحولها لما يكافئها، قال يعني بالديسيمال يعني. وصلت؟ ادوني فيدباك كده يا جماعه ان انتوا فاهمين اللي بيحصل ده. تمام تمام كويس قوي. طب عايزين نحل مثال تاني برضو عشان تبقوا فاهمين كويس، كمان واحد كده. اوكي اكزامبل اهو، لو قلت لك عندنا 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1، زود كمان واحد كده، تمام؟ طيب قلت لك ايه؟ قلت لك عندنا الرقم ده كده باينري، يا ترى ده بيساوي كام بالاوكتال؟ باينري الاوكتال يبقى ثلاثات على طول، تمام؟ طب يبقى من باينري الاوكتال هتبقى ثلاثات، يبقى تعالى نكتب الرقم تاني بتاعنا اهو، 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1. تبتدي انك تبص من اليمين هتقسمهم ثلاثات، ادي كده ثلاثة، ادي كده ثلاثة، ادي كده ثلاثة،
كمان ثلاثة، ايه ده، ده اتفضل لي واحد، مش مشكلة. كأننا نتخيل ان في ايه، كأننا نتخيل ان في صفرين على الشمال، اتفقنا؟ مفيش مشكلة خالص، عادي جدا. طيب تعالى كده نحول، ها اتفقنا دايما الويتس بتاعتنا ايه، واحد اتنين اربعة، واحد اتنين اربعة وهكذا، واحد اتنين اربعة، واحد اتنين اربعة، واحد بس كده. يلا بينا، يبقى اول رقم ده هيبقى كام يا جماعة؟ ده اللي هو واحد واتنين بس، يبقى تلاتة. ورقم اللي بعده هيبقى واحد واربعة بس، يعني خمسة. ورقم اللي بعده ما ده زيه بالظبط، يبقى خمسة. الرقم اللي بعده ده اتنين فقط. الرقم اللي بعده هو only one بس كده. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان الناتج بتاعنا هيطلع 1 2 5 5 3 بالنظام الاوكتل. اوكي يا شباب، يبقى ده كده التحويل لايه؟ التحويل من باينري لاوكتل. طب عايزين نعمل العكس. لو قلت لك مثال convert 7 3 5 اوكتل يساوي كام بالباينري؟ هنا بقى المرة دي بدل ما كنت بتجمع كل تلاتة، هنا هتفردهم بقى تلاتات. يعني ثانية واحدة كده، دي سبعة تلاتة خمسة. حضرتك الخمسة دي بتساوي كام بالباينري على هيئة 3 بيتس؟ بتساوي كام بالباينري؟ كام بالباينري على هيئة 3 بيتس اللي هي واحد اتنين اربعة؟ كام بالباينري على هيئة 3 بيتس؟ تمام؟ تعالى كده يلا بينا. 101 بالظبط كده، اللي هي 101 بالظبط يا شونس. تمام، يبقى اذا هي 1 عند الويت نمبر 4 و1 عند الويت نمبر 1 و0 هنا، يبقى 101. طب الثلاثه، الثلاثه بتاعتك هتبقى ممكن ان احنا نعبر عنها بالويت كام؟ 3 بيتس. الثلاثه يبقى 1 و2 فقط اهم، ومفيش هنا، يبقى 0 1 1. طب بالنسبه للسبعه، السبعه هنعبر عنها ازاي بالباينري؟ السبعه يبقى 1 و1 و1. يبقى اذا ده معناه ان الناتج بتاعك هيساوي كام؟ هيساوي 1 1 1 0 1 1 1 0 1. يبقى ده الناتج بالباينري. ادوني فيدباك كده يا جماعه، انتوا فاهمين؟ تمام تمام. طيب حلو جدا، الموضوع مسلي صح كده، تحويلات والحاجات دي. طيب تعالى بقى كده نختم كلامنا بقى في الموضوع ده بايه؟ بنظام الهكساديسيمال. تمام، هكساديسيمال. طب ايه نظام الهكساديسيمال ده؟ نظام البيز بتاعه، ماشي، البيز بتاعه او الرافكس بتاعه بيساوي 16. يعني في 16 رمز. ايه 16 رمز دول؟ اللي هم كام يعني؟ اللي هم من 0 لحد 9 و A B C D E F. يعني كأن ايه؟ كأني بعد من 0 ل 9 بس عايز اكمل. بس احنا كبني ادمين رموزنا بتخلص لحد 9 في نظام الارقام بتاعنا، فرحنا مكملين بالحروف A B C D E F. يعني كأن يا جماعه، كأن بالظبط كده يا جماعه، ان ال A دي اللي هي 10 وال B دي اللي هي 11 وال C اللي هي 12 وال D اللي هي 13 وال E اللي هي 14 وال F اللي هي 15. طبعا بالممارسه الكلام ده كله انت هتحفظه زي اسمك، هتبقى الموضوع ده بالنسبه لك فاميليار جدا زي من 0 ل 9 بالظبط. تمام، طيب ازاي بقى هنشتغل مع بعضينا كده؟ يلا بينا ناخده مثال، ناخده مثال. لو قلت لك convert، convert عندنا رقم مثلا بيساوي كام؟ 1 2 F. المرة دي بقى في رموز ممكن تظهر لي. تمام، 1 2 F بالهكساديسيمال يا ترى بيساوي كام للديسيمال؟ اتفقنا دايما تحويلة الديسيمال بتيجي عن طريق الويت. تمام، تحويلة الديسيمال بتيجي عن طريق الويت. فانت هتعمل ايه؟ كل رقم تشوف الويت بتاعه، يبقى 1 2 F. اول واحد خالص الويت بتاعه يبقى كام؟ فاكرين لما كنا بنقول 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2، بعدين خلينا بدل الاثنين تمانيات في الاوكتل. يبقى المره دي بقى هتبقى ايه؟ المره دي هتبقى 16 بقى. تمام، يبقى كده ده معناه ان الويت بتاعك هيبقى 16 اس 0 16 اس 1 16 اس 2. تمام، يبقى ده مع الاخر كده معناه ان الناتج بتاعك هيساوي كام؟ هيساوي 1 ضرب 16 اس 2 زائد، سوري، زائد 2 ضرب 16 اس 1 زائد اف ضرب 16 اس 0. ايه اف دي؟ ما اف دي اللي هي 15 يا جماعه. يعني اذا هيساوي كام في الاخر؟ هيساوي 1 في 16 اس 2. تمام، تعالى بقى كده ايه نحسبوها سوا.
يبقى 16 أس 2 اللي هي 256 زائد 2 في 16 أس 1 يعني 32 زائد 15 في إيه 16 أس 0 اللي هي 15 في 1 يعني كله عندك هيبقى كام؟ 256 و 32 دي 288 و 15 يبقى 303. يبقى إذا نقدر نقول إن الناتج النهائي 303 إيه؟ 303 ديسيمال. فاكرين كده الخريطة اللي إحنا كنا عاملينها؟ ممكن إن إحنا نزود إيه بقى عليها؟ نزود عليها الهكسا ديسيمال. يبقى الهكسا ديسيمال تحولتها لديسيمال عن طريق إيه؟ عن طريق الويت بس 16 to the power n بقى. طب إيه رأيك عايزين نعمل واحدة من ديسيمال لهكسا؟ يبقى دي هتبقى عن طريق إيه؟ أكيد عن طريق subtraction. طب تعالى كده نجرب الموضوع ده. تمام؟ طب يلا بينا دلوقتي لو جيت قلت لك ايه اكزامبل عندنا رقم بيساوي 354 ديسيمال يا ترى ده بيساوي كام بالهكسا ديسيمال؟ حلو كده. طب تعالى انت عندك 354 يساوي اكيد شويه ديجيتس كده شويه ديجيتس بس انا مش عارف انا هقف فين. طب ده الديجيت ده الويت بتاعه كام؟ الويت بتاعه 16 اس 0 16 اس 1 16 اس 2 لو كان في واحد كمان هيبقى 16 اس 3. طب بالراحه كده 16 اس 0 ده يا جماعه اللي هي كام اللي هي 1 16 اس 1 يعني 16 16 اس 2 يعني 256 تمام كده 256. طب 16 اس 3 ب 4096 لا ثانيه واحده ثانيه 4000 ايه ده الرقم ده اكبر اصلا من الرقم المراد تحويله. اذا انت الويت ده ماله؟ الويت ده مشطوب مش معانا. احنا هنبتدي من 256. طيب يلا بينا تعالى بقى نبتدي الشغل اللي عملناه في السابق قبل كده. تمام انت حضرتك عندك ال 300 354 اقدر اشيل منهم كام 256؟ تعال نشوف ناقص 256 يداني 98. طب ينفع اشيل منها 256 تاني؟ لا خلاص ده الموضوع انتهى كده. يبقى اذا انا قدرت ان انا ايه اشيل هي واحده بس 256 يبقى هكتب واحده بس. طيب انت دلوقتي في ايدك كام؟ انت في ايدك دلوقتي 98 تمام. بصوا كده يا جماعه حضرتك في ايدك دلوقتي 98. طب ال 98 تعرف تشيل منها 16 اللي هو الويت اللي جاي يبقى ناقص 16 يساوي 82. لا ده انا ممكن اشيل كمان 16 66 لا اقدر كمان 16 50 ممكن كمان 16 34 لا انا ممكن كمان 16 18 ده ممكن كمان 16 استنى بقى 2 لا خلاص ما اقدرش اشيل 16. حضرتك قدرت تشيل كام 16؟ 1 2 3 4 5 6 يبقى قدرنا نشيل 6 16. طب اتبقى لك في الاخر 2 الاثنين دول اللي هم ايه 2 وحيد بس كده يبقى الموضوع انتهى على كده. يبقى حضرتك طلع الناتج في الاخر كام 162 بنظام الهكسا ديسيمال بنظام الهكسا ديسيمال بنظام ال 16. تمام عايز تكتبها 16 تكتبها هكس براحتك. الدنيا يا جماعه كده فيدباك برضو ان انتوا فاهمين تمام. طيب كويس قوي. طب عايزين بقى نختم كلامنا بقى في الجزء ده بحاجه بقى ايه في الاخر كده. فاكرين لما حولنا من اوكتال لباينري حولنا من اوكتال لباينري؟ طب انا بقى دلوقتي عايز احول من هيكسا لباينري. فاكرين من اوكتال لباينري عملنا ايه؟ قسمنا ثلاثات. هنا بقى تعمل ايه؟ هنا هنقسم اربعات. طب ايه بقى نقسم اربعات دي علشان تكونوا فاهمين قصدي؟ تمام يلا بينا. لو جيت قلت لك مثال اهو عندنا 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 ده رقم كده بالباينري يا ترى ده بيساوي كام بالهكسا ديسيمال؟ فساعتها حضرتك هتعمل ايه؟ هتاخد انت كده بتحول من باينري لهكسا ديسيمال يعني الديسيمال ملوش وجود هنا بين. يبقى دلوقتي هنقسم اربعات هتكتب الرقم بتاعك تاني 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1. هتبص برضو من اليمين هنقسم اربعات ادي اربعه اهي ادي اربعه اهي ادي اربعه اهي وتحول لمين؟
هتحول لمين حضرتك؟ تحول كأنك بتحول لديسيمال بالظبط. خلاص يبقى ده موضوع الويت اللي هو كام؟ اللي هو 1 2 4، بس في ويت جديد ظهر لك دلوقتي اللي ما أربعات بقى، يعني في ويت الثمانية ظهر، يبقى 1 2 4 8، 1 2 4 8، 1 2 4 8. طبعا حضرتك هتبقى حافظهم بعد كده. طيب دلوقتي بقى اول رقم ده يا جماعه ممكن حد يقول لي هيمثل كام؟ 7. 7 تمام، الله ينور. طب تاني رقم ممكن حد يقول لي هيمثل كام؟ 12 اللي هي السي. طب تمام قوي. بص بقى الباشمهندس قال لي 12، بس طبعا احنا عندنا ما فيش حاجه اسمها 12، فانت 12 دي ليا مين؟ 12 دي ليا السي. ما احنا كان اخرنا 9 وبعدين ال10 A ال11 B ال12 C. برافو عليك شونز. طيب ممكن حد يقول لي الرقم الاخراني ده هيمثل كام؟ ايه يا شونز؟ اللي هي الايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي 10 بالظبط كده. الرقم ده المفروض بيمثل 10، و10 دي اللي هي ايه. يبقى في الاخر الناتج نقدر نقول انه كام؟ AC7. تمام، بنظام الايه؟ بنظام الهكسا ديسيمال. طب انت كده زي الفل. تعالى نعمل اخر مثال بقى ان احنا نحول بالعكس. ماشي، لو عندنا حاجة اسمها ايه، مثال اهو عندنا F2D بنظام الهكسا ديسيمال، يا ترى ده بيساوي كام بنظام الباينري؟ حضرتك هتكتب ادي الاف وادي الاثنين وادي الدي. تمام، طيب انت عندك كل واحد منهم هيتحول لايه؟ هيتحول لفور ديجيتس. كل واحد منهم هيتحول لفور ديجيتس اللي هم الويتس بتاعتهم كام؟ اللي هي الويتس بتاعتهم 1 2 4 8. تمام، يبقى كل واحد فيهم هيحصل له اكسبانشن لايه؟ لفور ديجيت. طب يلا بينا. اول واحد اللي هو الدي، حضرتك عارف الدي ده اللي هو كام؟ ثانيه كده، ال9 ال A ب10 ال B ب11 ال C ب12 ال D ب13، صح كده؟ فحضرتك عارف ان الدي ده ب13. 13 ده بقى يبقى هيكتبوا هنا ازاي؟ ال13 دول اللي هم ايه؟ اللي هم 8 و4 و1. 8 و4 و1 يبقى ما عندناش هنا الاثنين. خلاص يبقى انت كتبت الباينري بتاع ال13. نيجي بقى لرقم 2. رقم 2 برضو هيبقى له ريبريزنتيشن بالباينري. طب رقم 2 هيبقى كام؟ هو بس هيبقى 1 عند الويت رقم 2 وصفار في الباقي. خلاص زي الفل. طب بالنسبه للاف هيبقى برضو ليها ريبريزنتيشن بالباينري. حضرتك فاكر ان الاف دي اللي هي 15، صح كده؟ 15 دي يعني ينفع نشيل منها 8 8 و4 12 و2 14، والواحد 15، يبقى ال 15 دي بتبقى 4 وحيد. يبقى خلاص ده الحل. يبقى اذا الحل هيساوي 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1. يبقى حضرتك ده كده ايه؟ ده الباينري بتاع اف 2 دي هيكسا. تمام يا جماعه؟ تمام. طيب نرجع تاني للخريطه بتاعتنا. هل في اي تحويله مباشره من الهيكسا للاوكتل؟ ايه رايكم؟ مفيش، صح؟ لا مفيش تحويله مباشره. خلاص يبقى اذا لو اديتك رقم هيكسا وقلت لك حوله لي اوكتل، تفتكروا كده هتعملوا ايه؟ حوله من ديسيمال ومن ديسيمال للاوكتل. براحتك يا باشمهندس، حوله من ديسيمال ومن ديسيمال للاوكتل. ماشي، طب ايه رايك؟ مش أيوه. ممكن برضو نحوله للباينري ومن باينري للاوكتل. يعني الوسيط ممكن يكون ديسيمال او باينري، صح كده؟ تحب يكون الوسيط مين؟ باينري بالظبط كده، لان التحويله بتاعت الباينري مالها؟ بتاعت تقسيمه الثلاثات والاربعات، اظن اظرف كتير من انك تدخل الديسيمال في الموضوع، صح كده؟ بالظبط كده. بالظبط كده. يبقى اذا لو سمحت يبقى ايه التحويله من هيكسا لاوكتل وبالعكس تتم عن طريق ايه؟ عن طريق الباينري. فلو احنا حبينا نكتب مثال كده يوضح لنا الموضوع ده، لو قلت لك عندنا 7 5 3 اوكتل بيساوي كام هيكسا؟ تمام كده، بيساوي كام هيكسا؟ او تعالى نكتبها ايه، نكتبها 16 كده. ساعتها حضرتك هتعمل ايه في الحل؟ هتقوم اخد ال 7 5 3 محولها لما يكافئها بالباينري. بص بقى سريعا، انا حافظهم بقى. السبعه دي بالباينري بتبقى 111، الخمسه بتبقى 101، الثلاثه بتبقى 011. خلاص كده، ما حضرتك المفروض بقى حافظهم خلاص من 0 ل 15، دول عايزك تحفظهم زي اسمك.
تمام. طب بعد ما حولتهم اقوم اخد بقى ال 111 101 011 دول الباينري واقوم بحولهم لمين؟ لهيكسا ديسيمال. اربعات بقى، ادي اربعه اهي وادي اربعه اهي، والواحد اللي لوحده ده يعتبر مجموع اربعه لوحده. طب اول اربعه اللي هي 1011 1011 دي 11 دي يعني بي. طب 1110 يعني كام؟ يعني 14 دي يعني اي، واخر واحد ده يعني 1 يبقى 1 اي بي. ها خدتوا بالكم عملتها بسرعه ازاي؟ ما خلاص انت كده المفروض ايه، وصلت للمرحله انك هتعمل الشغل ده برضو كده سريع. ها شباب ادوني فيدباك كده ان موضوع التحويلات والكونفرجن ده عدى، احنا كده بقى خلصنا جزء كبير من السكشن. تمام كويس كويس تمام تمام جدا. في برضو من في حاجه برضو الدكتور قال لكم عليها اسمها البي سي دي، يعني باينري كودد ديسيمال. باينري كودد ديسيمال ده بيبقى عباره عن ايه؟ دي عباره عن يعني نمبرنج سيستم كده بس سبيشال شويه. يعني لو عندنا رقم بيساوي كام؟ 589 بالديسيمال بالديسيمال، يتحول ازاي لبي سي دي؟ قال لك انك تاخد كل رقم تعبر عنه بفور بيتس، يعني التسعة تبقى 1001، الثمانية تبقى 1000، الخمسة تبقى 0101، يبقى ده البي سي دي. يبقى البي سي دي تحسه كده ان هو ايه؟ تحسه كده اللي هو كأنك بالظبط الرقم ده كأنه هيكسا ديسيمال وبتحوله، تمام كده؟ بس هو مش هيكسا ديسيمال، هو ديسيمال. فهمتوا كده الفكرة؟ يبقى البي سي دي عباره عن ايه؟ انك بتاخد كل ديجيت لوحده تعبر عنه بايه؟ بفور بيتس. يبقى افري ديجيت بالديسيمال تعبر عنه بالايه؟ بفور بيتس باينري، عادي جدا. اظن سهل البي سي دي ما فيهوش مشكله. ومن العكس لو عندك بي سي دي وعايز ترجعه للديسيمال برضه، يبقى تاخد كل اربعه وتشوف الرقم بتاعهم ايه. اوكي يا جماعه ده كده البي سي دي. طب ده كده في الايه، لو رجعنا للاجنده بتاعتنا في الاول خالص، يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا الجزء الاولاني ده، تمام؟ طب عايزين بقى نتكلم دلوقتي على ايه؟ احنا كل بقى ده هنسيبه وهنركز بقى دلوقتي في الباينري سيستم، تمام؟ هنركز في الباينري سيستم تحديدا. عايزين نشوف موضوع السايند والانسايند نمبرز ده، اوكي؟ طب يلا بينا. بالنسبه بقى لموضوع الايه؟ موضوع اللي هو السايند، السايند نمبرز، تمام؟ طيب دلوقتي السايند نمبرز دي هي معموله للتعبير عن الارقام السالبه، تمام؟ يبقى how to represent، تمام، negative numbers. طب تعالوا ناخدوا أمثلة هنفهم الموضوع كويس قوي، تمام. طب أول حاجة using signed magnitude، اسلوب كده اسمه signed magnitude. طيب ازاي بقى الكلام ده؟ لو جيت قلت لك عندنا رقم اسمه بوزيتيف 39 وعندنا رقم اسمه نيجاتيف 39، ده بيساوي كام وده بيساوي كام بالباينري؟ طيب فدلوقتي هتعمل ايه حضرتك؟ ال 39 لوحدها، ال 39 لوحدها بالباينري بتساوي كام؟ تعالى كده نبتدي ان احنا نحط الويتس بتاعتنا، 1 2 4 8 16 32 64. لا 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 ما عندناش 64، خلاص كده. يبقى دي الايه اللي هي الديجيتس بتاعتك. طيب ال 39 ممكن اشيل منها 32، هيتبقى لي 5، ال 5 دي يعني 4 و1 من الاخر كده، والباقي كله يبقى ايه؟ والباقي كله يبقى 0. طيب انا كده حولتها لك سريعا اهي. حضرتك كده بتعمل ايه بقى؟ 1 يبقى 1 2 3 4 5 6 اتحطوا على هيئه 6 بيتس، تمام؟ على هيئه 6 بيتس. دايما جرى العرف كده في الشغل بتاعنا بتاع هو كده مش كده ايه؟ مش في واحد على الاثنين؟ حاجه ده كده 37 مش 37 ثانيه كده. ايه ده ايه ده ثانيه معلش معلش تمام. انا غلطت اصلا لما قلت 39 و 32 قلت 5، فكويس انك نبهتني. 39 شلنا منهم 32 بقى 7،
سبعة دي يعني ايه؟ يعني سوري سبعة دي يعني اربعة واتنين وواحد. تمام خلاص، يبقى انت كده ايه صح. تمام الله ينور. جرى العرف كده يا جماعة، جرى العرف ان احنا دايما بنعمل ايه؟ بنعبر عن الرقم بتمانية بيتس، تمام كده، او بستاشر بيتس. تمانية بيتس دي اللي هي وان بايت، ستاشر بيتس اللي هي ايه؟ اللي هي دبل بايت او بنسميها وورد، فور بيتس بنسميها نيبل. يعني ده كده ايه معروف الموضوع ده في الايه، في الكمبيوتر يعني. طيب يبقى دلوقتي ايه رايك لو انا عايز اكملهم 8 بيتس، تقترحوا عليا نعمل ايه؟ احط صفرين على الشمال، تمام، لو عايز اكمل يعني 8 بيتس بالظبط كده، احط صفرين على الشمال. تمام. طيب خد بالك بقى يا باشمهندس، لو انا دلوقتي حطيت لك صفر على الشمال فده كده يبقى الناتج بتاعنا ايه، الاوراقم بتاعنا بوزيتيف. اما لو جيت حطيت لك واحد على الشمال، بص كده، لو جيت حطيت لك واحد على الشمال يبقى الرقم ده نيجاتيف. يبقى من الاخر السايد ماجنيتيود بيجي عن طريق اللي هو بنحط الاشاره بتاعتنا في اخر بيت على الشمال. يبقى اخر بيت على الشمال دي هي حاجه لا تمثل اي شيء سوى الاشاره مش اكتر، يعني هي لا تمثل رقم. يبقى الزيرو والواحد ده هو يعني الوان ده او الزيرو ده هو مالهمش ويت، هم محطوطين من اجل الاشاره فقط. بس كده حضرتك انا عامل، ايوه انا عارف هتقول ايه كده، انا عامل الريبرزنتيشن بتاعي 7 بيتس. طب افرض ان انا جيت قلت لك ايه، قلت لك اعمل لي الريبرزنتيشن بتاعتنا، تمام، اعملها لي ايه، اعملها لي 8 بت، 8 بيتس. يبقى ساعتها المفروض تعمل ايه؟ المفروض في ال 8 بيتس ان احنا مبدئيا كده نكمل البيت السبعه الاول، تمام. يعني بص، وات ايفر بقى الرقم كان بوزيتيف او نيجاتيف، البيت السبعه هتبقى زيرو، البيت السبعة هتبقى زيرو. طب والبيت بتاعت الإشارة، البيت بتاعت الإشارة هنا في النيجاتيف هتبقى 1 وهنا في البوزيتيف هتبقى 0. يبقى دي حضرتك إيه؟ البيت بتاعت الإشارة، يبقى دي بتاعت الإشارة الساين. مش ده الشانس اللي أنت كنت هتسألني عليه؟ آه أيوه بالظبط. تمام. فأنا أنا حسيت بالسؤال قبل ما تقول. فإذا أنا هو دلوقتي يعني في باي ديفولت يعني لو عايزين نمثل الرقم احنا بنمثله ب8 ولا لما يطلب بنمثله ب8 بيتس؟ بص يا شاندس، هو لو ما طلبش ما يضرش انك مثلته ب7 بيتس، 8 بيتس، 9 بيتس، اي حاجه، تمام، ما يضرش. فانت ساعتها تعمل ايه؟ عايز توقف عند اخر حاجه وبعدين ما تحطش الصفر اللي على الشمال ده، ويا دوبك تحط على الشمال ال1 او الزيرو بيمثل الاشاره، عادي مش مشكله. الا بقى لو انا اكبرتك على سايز معين، يبقى ساعتها حضرتك لازم تكمل السايز ده لحد قبل الاخير، والاخير تحطه هو مين؟ الاشاره بتاعتك، لو واحد سالب، لو زيرو موجب. اظن الكلام واضح صح كده؟ تمام يا باشمهندس. طيب كويس قوي. يبقى ده كده ايه يا جماعه؟ ده الريبرزنتيشن بتاع السايند ايه؟ سايند ماجنيتيود. يبقى دايما في السايند ماجنيتيود اخر رقم على الشمال ده محجوز للاشاره، وبعد كده هات رقمك عادي بقى جدا. طيب ده كده بالنسبه للساين، مش رقم عادي، مش تبع الرقم يعني. اه يعني اللي هو البيت اللي انا كاتبها بالاحمر دي هي مش تبع الرقم بالظبط كده. يعني لما يقول لك ساين ذا ماجنيتيود يبقى تفهم ان ده مش تبع الرقم، الرقم هو ده. ايوه تمام. لما انا احول العكس، لما مديني باينري وانا احوله ديسمال. تمام. تعالى يا باشمهندس، تعالى نحل مثال. اوكي لو جيت قلت لك اهو مثال، قلت لك عندنا 1 0 1 1 0 1 0 1 sign the magnitude. يا ترى ده بيساوي كام decimal؟ صح، مش ده سؤالك؟ ساعتها حضرتك هتعمل ايه؟ هتقول ان ال1 ده معناه نيجاتيف، خلاص، والرقم هو ده. يبقى الرقم عندك كام؟ 0 1 1 0 1 0 1. ده الرقم نفسه. حط لي بقى الويتس 1 2، او تعالى نحط الويتس اللي هي عليها القيمه بس، 1 ودي تبقى 4 ثانيه 16 وال 32. يبقى ده معناه ان الرقم بتاعك ده هيبقى كام؟ 32 4 و 16 20، يبقى عندك 52 و1 53. يبقى ده معناه ان الحل بتاعنا هيساوي نيجاتيف 53. ها ايه رايك؟ اه تمام فهمت. تمام كده انت فهمت. طيب يبقى ده كده ايه كان مثال، بس طبعا بشرط ان انا اقول لك ايه سايند ماجنيتيود. لو سمحت يا باشمهندس، في حاجه
ممكن اقول لك ان اسمها signed number. signed number دي مش معناها signed magnitude. تاني كده يا جماعه تاني، لو تفتكروا في اول صفحه نخلص اتفقنا ان signed number، signed number ممكن يمثل بحاجه اسمها signed magnitude، once a complement two's complement. لو قلت لك signed number وسكت by default بيبقى هو مين؟ التوث كومبلمنت اللي لسه ما خدناهوش ده هناخده دلوقتي. اما في signed magnitude لازم يبقى اسمه signed magnitude، يعني لازم تشوف كلمه magnitude معاك. فعشان بس لو سمحت لو قال لك signed وخلاص ما ايه ما تفكرش ده signed magnitude، لا ده بيبقى التوث كومبلمنت. ادوني فيدباك كده يا جماعه انتوا فاهمين. هي حكايه ال 8 بيتس دي بتبقى في signed magnitude بس ولا فيهم كلهم؟ لا ده في كله يا باشمهندس، فكره ال 8 بيت دي وال 16 بيت او السايز بتاعنا ده في كله، اتفقنا؟ هي signed magnitude يا باشمهندس هي ال ones complement؟ لا signed magnitude غير ال ones complement غير ال twos complement، دول ثلاثة representations مختلفين عن بعض تماما. تمام اتفقنا؟ طيب تعالى بقى نكمل كده. ده كده الكلام عن signed magnitude، مش هناخد اكتر من كده. طب فاكرين العنوان احنا كنا بنينه ايه؟ قلنا how to represent a negative number one using signed magnitude. طب two بقى using once complement. طب ايه بقى حكايه ال once complement ده؟ نحله مثال على طول، مثال عليه. لو جيت قلت لك ان انا عندي ايه؟ عندي نيجاتيف 53، نفس الرقم اللي احنا عملناه بالسايند ماجنتيود في المثال السابق، نيجاتيف 53 ديسيمال. ده هيساوي كام بال once complement؟ قال لك ال once complement بتاعنا هيبقى بالاتي، خد بالك بقى. حضرتك ال 53 يساوي الاول كام بالباينري؟ تمام؟ يساوي كام بالباينري؟ اقول لك انا، يلا بينا، ادي 1 2 4 8 16 32 64. لا مفيش 64، ال 53 انا ممكن اشيل منها 32 صح كده؟ يبقى 53 ممكن اشيل منها ايه؟ ممكن اشيل منها 32. طب جميل، هيتبقى لنا كام يا جماعه؟ يبقى هقول اهو ال 53 بتاعتي هشيل منها 32. تمام؟ يتبقى لي 21. ال 21 ينفع اشيل منها 16؟ اه ينفع. يبقى تمام، شلت منها كمان 16. بص بحول باينري عادي جدا. يتبقى لك كام؟ بقى لك 5. ال 5 ما ينفعش اشيل منها 8، بس ال 5 اشيل ال 5 تبقى عباره عن 4 و1 من الاخر كده، وما فيش 2 هنا. طب يعني اذا 53 53 هي نظريا بتساوي ايه؟ بتساوي 1 1 0 1 0 1. زي مثلا قلت لك ايه؟ قلت لك ان احنا عايزينها باي 8 بيتس. لو قلت لك اعملها لي 8 بيتس، طب لو 8 بيتس المفروض اعمل ايه لحد دلوقتي؟ ازود صفرين. انا ستيل لسه بتعامل على 53 كانها رقم بوزيتيف عادي. طب نيجاتيف بقى 53 يساوي كام؟ يساوي الونس كومبلمنت بتاع 0 0 1 1 0 1 0 1. اه طب ازاي بقى نعمل وانس كومبلمنت للرقم؟ قال لك انك تقلب الاصفار وحايد والوحيد اصفار، يعني كانك هتدخلها على نوت جيتس. يعني من الاخر هتبقى 1 1 0 0 1 0 1 0. يبقى ده يعتبر مين؟ ده يعتبر سالب 53 باسلوب الايه؟ باسلوب الوانس كومبلمنت. ده يعتبر سالب 53 بس باسلوب الوانس كومبلمنت. ادوني فيدباك كده يا جماعه انتوا فاهمين الوانس كومبلمنت ده ازاي. وهنا افتكر انه لازم بقى يقول احنا كام عدد البيتس بتوعنا، عشان لو ما قالش مش هنعرف نحول. يعني لازم بص يا باشمهندس، هو لو ما قالكش اقول لك على حاجه، يعني جرى العرف كده، عارف ان لو ما قالكش نعمل ايه؟ نزود صفر كده على الشمال، يعني فاهمني؟ علشان بس الموضوع يبقى باين، يعني يبقى فيه احساس بس بالرقم. اظن ده اللي في دماغك صح كده؟ نزود صفر بس بغض النظر وصل 8 ولا لا. بالظبط كده. على فكره عايز تزود صفرين براحتك، عايز ان شاء الله توصلهم ل 16 بيت براحتك، يعني الموضوع فعلا متروك لك يعني. تمام باشمهندس، لو عايز الرقم بوزيتيف وحوله ل 1 كومبلمنت. لا ما ثانيه بقى، ثانيه واحده. احنا كل اللي بنعمله ده ردا على سؤال اسمه هاو تو ريبريزنت رقم نيجاتيف. الرقم البوزيتيف ملوش 1 كومبلمنت. تمام. يعني احنا كل ده للتعبير عن الارقام السالبه. يا اخي الرقم البوزيتيف هو مزعلك في ايه؟ ما هو جاهز اهو، انت عايز تجيب له وانس كومبلمنت ليه اصلا؟ تمام مظبوط.
تمام مظبوط خلاص اظن ده كلام منطقي. يعني ده معناه ايه؟ ده معناه ان الوانس كومبلمنت ده حاجه خاصه بالارقام السالبه بس. طب اخر حاجه اخر ريبريزنتيشن يوزنج توس كومبلمنت. طب ايه بقى التوس كومبلمنت ده؟ قال لك التوس كومبلمنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن انك الوانس كومبلمنت اللي انت جبته بس باجمع عليها واحد. طب بالراحه كده ايه حكايه بقى يجمع عليها واحد دي؟ يبقى لو دلوقتي عندنا رقم اسمه ناقص 53 بالديسيمال، يا ترى ده بيساوي كام بالتوس كومبلمنت، او يساوي كام بالباينري يعني؟ تمام. طب طبعا في الباينري انا ما اقدرش اعبر عن الرقم السالب الا باحد الاساليب. لو جيت قلت لك ايه؟ اعملها لي يوزنج توس كومبلمنت، تمام، اب تو 8 بيتس. ماشي، حددت لك انها 8 بيتس. طب فحضرتك هتعمل ايه؟ هتاخد ال 53 في الاول تحولها عادي الباينري عادي جدا. طبعا احنا لسه محولينها من شويه، طلعت 110101. حلو كده؟ حلو جدا. اتفقنا ان احنا نموي عشان تكمل ل 8 بيتس، حطيت صفرين على الشمال. طب السالب بقى 53 يساوي كام؟ يساوي التوس بتاع الرقم ده اللي هو الدبل 0 دبل 1 0101. طب حضرتك ازاي بقى هتجيب توس كومبلمنت على الرقم ده؟ قلت لك انك تعمل الوانس كومبلمنت بعدين تجمع عليه واحد، تمام، انك تعمل الوانس كومبلمنت تجمع عليه واحد. يبقى ده هيجي عن طريق انك هتبتدي تقلب، يبقى 1 1 0 0 1 0 1 0 وتقوم تجمع عليه، بص بص بص، تجمع عليه واحد. خدتوا بالكم يا جماعه الواحد بيتجمع فين؟ من الاخطاء الشائعه الناس بتعمل كده، فبيجمعوا دول وده غلط. بتجمع واحد على الليست سيجنيفيكانت بت. طب اجمع كده، صفر زائد واحد واحد، والباقي هينزل زي ما هو اهو 1 0 1 0. ها فاهمين قصدي ايه؟ تمام لا في تمام تمام اي يبقى 1 سوري هينزل زي ما هو 1 0 1 و0 و0 و1 و1. يبقى ده الناتج بتاعك اهو. ها يا شباب يبقى ده الحل بتاعنا. لو سمحتوا يا جماعه مكان ال1، مكان ال1 يتجمع، يتجمع مع الليست سيجنيفيكانت بيت، ارجوكم اوعوا تحطوا ال1 هنا. طب يبقى ده كده ايه؟ التوس كومبلمنت. قول يا شونس مش سامعك تاني. ايه لو كان اخر حاجه 1 0؟ يعني ايه لو كان اخر حاجه؟ يعني بدل الزيرو كان 1 ف1. ايوه ايوه انا فاهمك. لا يعني لو ده كان 1 صح؟ اه لا معلش استنى عليا شويه، انا كنت قاصد ان انا بلفق لك المثال كده علشان عمليه الجمع تكون سلسه. انت تمام. انت طبعا حاسس بمشكله ان لو في 1 هنا تبقى 1 و1، انت خايف تكتب 2 صح؟ لان احنا ما عندناش رقم 2. لا ساعتها هنظبطه الموضوع ده، احنا لسه حالا داخلين هنعمل عمليه الارثماتيك اللي هي الاديشن دي. اوكي طب موضوع التوس كومبلمنت عدى معاكم كده يا شباب؟ خلاص تمام 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 تمام. طيب حلو جدا حلو جدا. بصوا كده عايزين نحلوا مثال. المثال ده هيفهمكم يعني ايه توس كومبلمنت. تمام بص كده، لو انا خدت لك اللي هو الرقم اللي احنا جبناه في الاخر ده، احنا عارفين بيننا وبين بعض ان الناتج ده يا جماعه اللي هو سالب 53 صح؟ انا هثبت لكم بالدليل القاطع ان ده فعلا سالب 53. اوكي هثبت لكم ان ده سالب 53. لو جيت قلت لك ان احنا عندنا اكزامبل بالمنظر ده كده، وقلت لك ان ده بص ركزوا سايند نمبر. سايند نمبر يعني ايه؟ سايند نمبر، سايند نمبر يعني ده رقم له اشاره، الاشاره بتاعته موجبه سالبه مش عارف، بس باي ديفولت هو معمول بالتوس كومبلمنت. قلت لك ده بيساوي كام بالديسيمال؟ بيساوي كام بالديسيمال؟ معايا يا جماعه؟ طيب بصوا بقى دلوقتي، انت لو عندك رقم باينري تعرف تحوله ديسيمال؟ اه عن طريق الويتس. طب تعالى كده 1 1 0 0 1 0 1 1. كون انه قال لي ان هو سايند نمبر، ده معناه عارف ان الويتس هتبقى عامله ازاي؟ بص بقى 1 2 4
8 16 32 64 بص نيجاتيف 128. يعني لما يقول لي signed number معناه انك حط لي اخر ويت اللي هو اكبر ويت حطه بالنيجاتيف. طيب امشي معايا كده للاخر. ده هيساوي كام؟ 1 ضرب سالب 128 يبقى سالب 128، ومعاك 64 موجبه، ومعاك 8، ومعاك 2، ومعاك 1. جرب كده حضرتك اجمع دول هتطلع لك سالب 53. هتفهم حاجه؟ تمام باشمهندس. تمام. يبقى signed number لما بتيجي تحوله لديسيمال اخر ويت حطه بالسالب. طيب بصوا، نفس الناتج هو هو، نفس الناتج هو هو اللي هي 110010011 ده. بص كده هنحله مثال تاني بس هعمل فيه تعديل صغير قوي. ماشي اكزامبل، بص كده شايف ال1 ده هخليه صفر واقول لك ان ده كده signed ايه؟ signed number. signed number انا ما قلتلكش signed magnitude. ها انا ما قلتش signed magnitude، اظن واضح. The signed number بيساوي كام بالديسيمال؟ طب يلا 0100 1011. اتفقنا هنعمل ايه؟ هنشتغل بالويت. يلا بينا. 1 2 4 8 16 32 64 سالب 128، يعني اخر واحد على الشمال whatever بقى هو كان صفر ولا 1 انا ليش دعوه، اخر واحد هو مكتوب على الشمال كون انه signed number لازم يتحط بالايه؟ يتحط بالنيجاتيف. خد بالك كده، هل هنا الويت النيجاتيف هيبقى له تاثير؟ لا، لانه مضروب في صفر. يبقى الناتج ده هيطلع كام؟ هيطلع 64 زائد 8 زائد 2 زائد 1. يعني ده هيطلع كام؟ هيطلع ادي 64 64 و 6 يبقوا 70 70 و 2 72 74 75 positive 75. يبقى لازم احط اشاره البوزيتيف هنا. ها فهمتوا المثالين دول كويس؟ وبس يا باشمهندس في سؤال. قول. لا انا مش نبيل. سوري انت صوتك شبهه قوي على فكره، يا نهار ابيض. اسمك ايه طيب عشان ابقى معاك؟ محمد. قول يا محمد سؤالك ايه؟ دلوقتي احنا لو عندنا رقم نيجاتيف وبنشتغل من الاول خالص، عملنا سايد ماجنتيود بعدين سايد وانس كومبلمنت بعدين توز كومبلمنت، وعندنا بقى نعمل التشيك كده، فاحنا لما احنا بنحوله اصلا احنا قلنا انه مفرض ممكن نفرض البيتس زي ما احنا عايزين يعني. فاحنا لما نيجي نعمل التشيك ده هو مش هينفع، ما هو في بيت معين لو احنا فرضناها بعدد بيتس معين هتلاقي انه رائع عشان التشيك صح. رائع. اولا بس انا يعني عايز بس اقول لك على حاجه، التشيك ده شغال مع التوس كومبلمنت بس مبدئيا. تمام يعني بس خلينا متفقين في النقطه دي الاول لحد دلوقتي. تمام تمام اتفق معاك. طيب تعالى بقى، انت دلوقتي خايف من ايه؟ انت خايف انك اصلا احنا عشان زودنا صفرين بس على الشمال فجالنا ان في واحدين هنا صح؟ هو لما ايوه احوله من الوانس كومبلمنت كل صفر حتى طيب. الصفر هتبقى وانس جميله يا باشمهندس. جميل. بص يا شانس، هريحها خالص من النقطه دي. اوكي بص كده، سوري 53 هي بتساوي كام اصلا يعني؟ تمام اهي بتساوي 110 101 صح؟ ده في الاصل صح. 110 101 110 101. طيب خد بالك من الحركه اللي جايه دي، هقول لك سالب 53 باستخدام التوس كومبلمنت هيساوي كام؟ هيساوي عن طريق انك تعمل توس كومبلمنت للي هو 1 و0 و1 و0 و1 1. حضرتك حابب تزود كام صفر هنا؟ مره هزود صفرين وهقول لك لو مثلا حلينا المثال ده عن طريق ان انا بجيب التوس كومبلمنت لنفس الرقم بس هزود لك 3 اصفار. اظن ده سؤالك صح؟ انت خايف ان التشيك ما يشتغلش في المرتين صح كده؟ ايوه بالظبط. بص يا باشمهندس يلا بينا، تعالى كده تعرف تجيب لي التوس كومبلمنت بتاع ده؟ انك هتقلب وتزود 1 صح؟ يلا بينا. يبقى 1 1
0 0 1 0 1 0 وتزود لي 1 هنا، فالناتج يبقى كام؟ هيبقى 1 هنا والباقي ينزل زي ما هو. طيب لحد دلوقتي اهو. طب جميل، هنا بقى هيبقى برضو نفس الكلام، هنقلب 1 1 1 0 0 1 0 1 0 وهنزود برضو واحد على اليمين اهو، يبقى برضو هنزل وده هنزل زي ما هو. يعني الفرق ان بقى في 1 زياده عندي، صح كده؟ تمام. طيب قلت لك طب لو انا عايز ارجعها تاني باستخدام الويت، اتفقنا دايما اخر ويت نحطه بالنيجاتيف طالما ان احنا سايند ايه؟ سايند نمبر، صح يا باشمهندس؟ طيب يبقى الويت هنا هتبقى كام على الشمال؟ هتبقى 1 2 4 8 16 32 64 كام هكتب هنا حضرتك؟ نيجاتيف 128. تمام، نيجاتيف 128. يبقى ده هيساوي نيجاتيف 128 زائد 64 زائد 8، صح شونس؟ زائد 2 زائد 1. اظن دلوقتي لو انت معاك كالكوليتر وجمعت دول هيدوك سالب 53، صح شونس؟ لسه عاملينها من شويه. طب هنا بقى تمام، 1 2 4 8 16 32 64 128 سالب 256. ها لحد دلوقتي تمام؟ يبقى ده هيساوي كام؟ سالب 256 زائد 128 زائد 64 زائد 8 زائد 2 زائد 1. ممكن حضرتك تجمعهم لي كده؟ طلع بنفس الرقم. تمام. ماجيك. تمام؟ بس هو يعني عادي يعني فاهم، مش هتفرق معاه خالص. تمام يا باشمهندس. بص يا باشمهندس من الاخر كده عشان اطمنك، يعني في الارقام الموجبه بيفرق معاك لما بتحط صفار على الشمال؟ لا. في الارقام السالبه ما بيفرقش معانا لما بنحط وحايد على الشمال. حلوه الصيغه دي؟ تمام يا باشمهندس. بس كده اوكي يا محمد، كده احنا متفقين. طيب تعالى كده نكمل بقى. كده يبقى احنا شفنا الريبرزنتيشن بتاع النيجاتيف ايه؟ بتاع النيجاتيف نمبرز. دلوقتي بقى عايزين نخش في ايه يا جماعه؟ عايزين نخش في عمليات الارثماتيك بقى، اللي هو الاديشن والسبتراكشن مالتيبليكيشن. تمام، وده كده هيبقى يعتبر ايه اخر توبيك لينا يعني. طب يلا بينا. بالنسبه للعمليات الارثماتيك، يبقى الارثماتيك اوبريشن. طيب الارثماتيك اوبريشن اول واحده الاديشن. ناخده اكزامبل على طول. تمام، لو قلت لك اجمع لي 14 زائد زائد 13. تمام، طبعا دول بالايه؟ بالديسيمال. طبعا احنا عارفين يا جماعه بينا وبين بعضينا كده ان 14 زائد 13 المفروض الناتج هيطلع كام؟ الناتج هيطلع 27. يعني اظن طبعا ايه انت كده رجعنا ابتدائي يعني. تمام، فده كده العمليه لو كانت ايه؟ لو كانت ديسيمال. بس انا هبقى عايزك انك تعملها لي بالباينري. طيب بالباينري بقى هتبقى عامله ازاي؟ ال 14 دي بالباينري كام؟ والله انا عارف ان ال 14 بتبقى 1 1 0 0 سوري 1 1 1 0 1 2 4 8. ال 14 عباره عن 8 زائد 4 زائد 2. طيب طبعا ايه ده، انا عشان حافظها بس بسرعه، لو الارقام طبعا كبيره حول كل واحد منه الباينري. تمام، طب يبقى ال 14 1 1 1 0. طب وال 13 اي بلس، ال 13 بتبقى 1 1 0 1. دي كده ايه؟ دي كده 13. طيب اجمع كده. اولا اخد بالك ان احنا بنتعامل على الارقام انها ساين ان ساين، يعني مفيش اشارات، كله موجب يعني. تمام، مؤقتا دلوقتي. اجمع كده 0 زائد 1 0 زائد 1 0، ومعاك الكام؟ ايه معاك الكام دي؟ 0 بلس 1 يدينا كام؟ والكاري كام؟ 0 بلس 1 يدينا سوري انا اصلا كاتب غلط. 0 بلس 1 يدينا 1 والكاري 0، يعني ما يدينيش كاري. تمام، طب 0 بلس 1 بلس 0 يديني 1 والكاري 0. طب 0 بلس 1 بلس 1 يعني كانك بتقول لي 1 بلس 1، صح كده؟
1 بلس 1 ده يساوي كام؟ دي الباشمهندس سألني عليها من شويه. 1 بلس 1 يدينا 0 وكاري 1. لا براحه بس، ايه 1 بلس 1 يدينا 0 وكاري 1؟ براحه كده، هي 1 بلس 1 مش المفروض يدينا 2؟ اه ده لو احنا كنا بني ادمين ديسيمال يعني، امال في الباينري الاثنين دي مش بتبقى اسمها 1 0؟ اه يبقى 1 بلس 1 يدينا 0 وكاري 1. اتفهمت؟ تمام؟ طيب يبقى ساعتها حاول ايه؟ حاول 1 بلس 1 يدينا 0 وكاري 1. طب 1 بلس 1 بلس 1. طب بالراحه كده يا جماعه، 1 بلس 1 بلس 1. لو احنا بني ادمين عاديين كنا قلنا 3، صح كده؟ لكن احنا عشان بنتكلم بالباينري، الثلاثه دي انا عارف ان اسمها ايه بالباينري، اسمها 1 1. اه يبقى 1 بلس 1 بلس 1 يدينا 1 كاري 1. يبقى هم دول الحالتين الشاذين اللي انا عايزك تحفظهم، ان 1 بلس 1 يدينا 0 ومعنى الواحد، 1 بلس 1 بلس 1 يدينا 1 ومعنى ال1. فهنا هنقول 1 بلس 1 بلس 1 هيدينا 1 ومعانا ال1، يبقى ال1 ده ينزل في الاخير اهو تحت خالص اهو. ها اتفقنا؟ يبقى ده الريزلت. باي ذا واي الريزلت دي لو انت عملت لها تشيك 1 2 4 8 16 هتبقى 16 و8 ادي 22 سوري 16 و8 ادي 24 24 و2 ادي 26 و1 27 فعلا فعلا طلعت 27. يا جماعه ادوني فيدباك كده ان الاديشن شغال معاكم. تمام شغال كويس. ناخده مثال تاني عشان نطمنه، اكزامبل كمان، ان انا لو عندي مثلا 24 بلس 30 يساوي كام؟ انا عارف ان الناتج هيطلع 4 و2 و3 5، هيطلع 54. انا عارف ده، بس احنا عايزين نعملها بالباينري. طب ال 24 بالباينري بتبقى بكام؟ يلا سريعا كده، 1 2 4 8 16 32. طبعا ما عندناش 32 خلاص، يبقى ما فيش دي. تمام يبقى حوالي ال 24 يتاخد منها 16 وال 24 يتاخد منها 16، يبقى انا كام؟ بقى لنا 8 يتاخدوا هنا كلهم، ويبقى خلاص كده. يبقى ده ال 24 بقت 11000. طب وال 30؟ اقول لك على حاجه، معلش كده هنعمل ابديت صغير. انا عايز ال 30 دي، او ال 30 دي معلش خليها لي ايه، خليها لي 40. تمام طب فبحيث الناتج يبقى كام؟ انا عايز الناتج يبقى 64. تمام طيب يلا بينا. معلش برضو ال 40 دي خلانا 44 ماشي. استنوا بس يا جماعه انا عايز الفق لكم بس بحيث يبقى رقم رخم شويه. 39 39 و24 يبقى كام؟ يبقى عندك ايه 4 و9 13، ويبقى الناتج 63 كله على بعض. طيب بصوا كده يا جماعه، 39 هتبقى بكام بالباينري؟ 39 بالباينري. ها تاني كده بالراحه، انت عملت ال 24 بالباينري طلعت هي مين؟ هي اللي فوق دي. تمام يبقى ال 24 بالباينري طلعت دي. معلش بس انا بحل واحده واحده بس كده عشان تبقى فاهم. اوكي اهي. طب بالنسبه لل 39 بالباينري، لا المره دي بقى الويتس بتاعتنا 1 2 4 8 16، ال 32 معانا. تمام كده. طيب ال 39 ينفع اشيل منها 32؟ اه يتبقى لي 7 7. ال 7 دي عباره عن 4 و2 و1، يبقى ما عندناش 8 و16. يبقى حضرتك المره دي بتعمل ايه؟ انت بتجمع كده 1 1 0 0 0 بلس تريبل 1 كده من اليمين، هكتبها من اليمين اهي 1 1 1 0 0 1 0 0 1. خد بالك علشان بس الارقام تكون قد بعضيها، اظن ما تضرش ان انا لو حطيت صفر على الشمال، ما يضرش لو حطيت صفر على الشمال علشان بس يكون السايز قد السايز. تمام كده. طيب اجمع كده حضرتك، يلا بينا. 0 زائد 1 1، 0 زائد 1 1، 0 زائد 1 1، 1 زائد 0 1، 1 زائد 0 1، 0 زائد 1 1. خلاص ده الناتج اهو، يبقى طلع الناتج ببساطه كده. المثال ده انا كنت بس قايله لك عشان فكره السايز، ان احنا عايزينها تبقى ذا سيم سايز، فممكن ان احنا نزود صفار على الشمال عادي جدا في سبيل ان احنا نبقى ايه الرقمين يبقوا ذا سيم سايز. ها يا جماعه مفهوم؟ طيب عايزين بقى ناخده مثال تاني. تمام اللي هو الايه؟ السبتراكشن.
طب ايه بقى حوار السبتراكشن ده؟ لو انا عندي قلت لك ايه 15 ناقص 7 ماشي، او بلاش 7 نقول 15 ناقص 12 تمام. انا عارف احنا بينا وبين بعض ان الناتج هيطلع ايه، هيطلع 3، احنا بينا وبين بعض كده عارفين ده. طيب ازاي تنفذ ده بالباينري؟ بص بقى حضرتك ال 15 دي يعني 1111 ناقص ال 12، ال 12 يعني 1100. طب ازاي بقى تعمل عمليه السبتراكشن؟ بص يا جماعه الكمبيوتر او اللوجيك عندنا او الديجيتال، الديجيتال ما فيهوش حاجه اسمها سبتراكشن. السبتراكشن ما هو الا عمليه اديشن. طب ازاي اديشن؟ قال لك ان ده المفروض بيساوي كام، ان ده كده هيساوي 1111 بلس نيجاتيف نيجاتيف ال 1100. طب احنا بنعبر عن الرقم الباينري بالنيجاتيف بكام اسلوب؟ بكذا اسلوب، بالسايند ماجنيتيود، بالوانس كومبلمنت، بالتوس كومبلمنت. بس اعتبرنا مع بعض ان مين يعتبر الديفولت بتاعنا؟ التوس كومبلمنت. يبقى اذا انت هتقول لي ان كاني بالظبط بقول 1111 بلس التوس بتاع 1100. ادوني فيدباك كده يا جماعه انتوا فاهمين لحد دلوقتي؟ تمام يا فندم. طب الاولاني ده ينزل زي ما هو، ينزل زي ما هو لو عبرت اهو حاجه ثانيه جيت عملت النواتج هتتلخبط لو عبرت عنها مثلا بالونس كوم. لا مش حكايه هتتلخبط، بص يا شانس مش حكايه هتتلخبط، هيبقى الناتج بنفس الستايل. يعني مثلا لو انت شغال بالونس كومبلمنت يبقى الناتج يطلع بالونس كومبلمنت. تمام. بس خد بالك انت الناتج اللي بالونس كومبلمنت ده تعرف تجيب له الديسيمال بتاعه بكام؟ لا ما تعرفش. امال ليه احنا بنشتغل بالتوس كومبلمنت؟ عشان بعرف اجيب الديسيمال بتاعه عن طريق ان انا احط الويت الكبير خالص بالنيجاتيف، فاكر؟ تمام. لذلك احنا شغلنا باي ديفولت بمين يا باشمهندس؟ بالتوس كومبلمنت. اوكي طب يلا بينا. يبقى 1111 دي تنزل زي ما هي، 1111 تنزل زي ما هي، وحاول بلس التوس بتاع اللي تحت. هو ازاي تجيب توس كومبلمنت لرقم؟ عن طريق انك تقلبه وتزود 1. طب اقلبه كده يبقى 0 0 1 1 وزود 1. يبقى اذا ده كده على بعضه ده التوس كومبلمنت. هي وضحت؟ طيب اجمع بقى كده 1 بلس 1 بلس 1 يدينا 1 كاري 1. يعني بص تعالى بقى نكتب الناتج كده بايه بلون مختلف، يدينا 1 كاري 1. طب 1 بلس 1 بلس 1 اللي هو الكاري اللي فوق ده والوانين اللي تحتيه يدينا برضو 1 كاري 1. طب 1 بلس 1 بلس 0 يعني كانك بتقول 1 بلس 1، 1 بلس 1 0 كاري 1. طب 1 بلس 1 0 كاري 1. ايه رايكم ظهر لكم كاري في الاخر؟ اعملوا نجلك. يبقى دايما يا جماعه دايما عمليه السبتراكشن بالنجلكت فيها مين؟ نجلكت الكاري. يبقى نجلكت الكاري في عمليه السبتراكشن، يبقى اخر كاري ده بنعمله نجلكشن. يعني ده معناه ان الناتج الرسمي، الناتج الرسمي بتاعنا هو ده. ايه رايكم؟ مش ده يا جماعه هو 3؟ اهو يبقى احنا ماشيين صح. ها ادوني فيدباك كده ان الكلام ده مفهوم. تمام يا باشمهندس. طيب بس احنا نقدر كنا برضو نشتغل من الاول خالص، اللي هو نقول انه الاول ناقص الثاني بدل ما نعمل براحتك يا باشمهندس. يعني فاهم قصدك والله، انك عايز تقول ايه من الاول خالص، 1 ناقص 0 1، 1 ناقص 0 1، 1 ناقص 1 1. يعني هي كانت سهله، انا فاهمك، بس هي عشان يعني المره دي كانت كده. بس افرض كانت يعني في اشكال بتبقى اصعب اهي مثلا، ها تعمل ايه؟ صفر ناقص واحد هاخد من اللي جنبيه. ما ده اذا يا راجل انت بتتكلم صح على فكره، بس اذا كنا واحنا صغيرين كنا موضوع البورو ده ان احنا نستلف من اللي جنب كانت بتلخبطنا واحنا شغالين في الديسيمال، فما بالك واحنا شغالين في البايدري. بلاش يا باشمهندس بلاش، السكه دي خطره شويه. ماشي طيب تعالى كده نرجع تاني. المثال ده عشان تفهمه كويس
هحل لك المثال بقى التاني عكسه، يعني اقول لك 12 ناقص 15. بص بقى الكلام، 12 12 ناقص 15، احنا عارفين بيننا وبين بعضينا ان ده هيطلع نيجاتيف 3 صح كده؟ طيب تعالى بقى، ال 12 دي كام حضرتك؟ ال 12 دي يعني 1100 ناقص 15 يبقى ناقص 1111. طيب حضرتك اشتغل بقى كده، اتفقنا بنعمل ايه؟ ننزل الناتج الرقم الاولاني زي ما هو، تمام؟ يبقى الرقم الاولاني ده ينزل زي ما هو، يبقى 1100، وعمليه السبتراكشن تبقى اديشن للايه؟ للتوس كومبلمنت بتاع الرقم النيجاتيف ده، تمام؟ اظن واضح. توس كومبلمنت للتاني، تمام؟ يعني كاني بقول لك بدل 12 ناقص 15 كاني خليتها 12 بلس نيجاتيف 15، اظن واضح. طب تعالى كده، الرقم الاولاني ينزل زي ما هو، يبقى هيبقى 1100 بلس التوس بتاع الونات دي، يبقى ايه؟ ان احنا نقلب ونزود 1، نقلب يبقى يعني بقى اصفار ونزود 1، اهو زودت 1 في الاخر خالص، تمام؟ اجمع 0 و0 و1 يبقى 1، 0 و0 يبقى 0، 1 و0 يبقى 1، 1 و0 يبقى 1. اخد بالك انه ما جاش كاري هنا، مش مشكله. المهم ده الناتج اهو خلاص. ايه ده؟ حد يعني حد معترض؟ تمام. ها تمام، هو ده كده الناتج فعلا؟ اه ده الناتج على فكره، انت خايف ليه؟ هو ده فعلا نيجاتيف 3. حد اخد باله ان ده نيجاتيف 3؟ ايوه صح. بص كده، 1 2 4 نيجاتيف 8. اه اظن نيجاتيف 8 دي فرقت دلوقتي. يبقى نيجاتيف 8 زائد 4 زائد 1 بكام؟ بنيجاتيف 3. اه يبقى خد بالك ده يعتبر مين؟ ده يعتبر، ده كده يعتبر التوس كومبلمنت بتاع الثلاثه، تمام كده؟ بس هنقول ان ده الريزلت خلاص، يعني هي دي الريزلت بتاعتنا، الريزلت الرسميه، تمام كده؟ بس لانه ده فعلا فعلا هو نيجاتيف 3، هو فعلا نيجاتيف 3. طيب يبقى احنا كده ايه؟ حلينا الاكزامبل ده. طيب حلو جدا، نعمل ايه تاني؟ ده كده subtraction، تمام؟ اوكي. في حاجة برضو، في حاجة حابب ألفت النظر ليها. لو جيت قلت لك في المثال اللي هو 15 ناقص 12، المثال اللي حليناه في الأول، تمام؟ 15 ناقص 12 بـ3، قلت لك ان ال 15 1111 ناقص 12 اللي هي 1100. انا شخصيا بفضل انك دايما يعني قفل لي الشغل انه يبقى اخره صفر على الشمال، شخصيا انا بفضل كده، تمام؟ علشان ما يحصلش حاجه اسمها ايه يعني اوفر فلو، تمام؟ طب كمل كده، يبقى ده هيبقى 01111 بلس التوس كومبلمنت بتاع اللي تحت، اللي هو ان احنا نقلب اللي تحت، يبقى 1 0هين 1 بلس 1 كمان، تمام؟ عشان التوس كومبلمنت. اجمع 111 يدينا 1 ومعنا ال1، 111 يدينا 1 ومعنا ال1، 110 يدينا 0 ومعنا ال1، 110 يدينا 0 ومعنا ال1، 101 يدينا 0 ومعنا ال1. اتفقنا ان اخر كاري ده يا جماعه بنعمل له ايه؟ بنعمل له نيجلكشن في السبتراكشن. يبقى ده الناتج اهو، اظن ما فرقش الناتج، هي طلعت برضو ايه، احنا قبل كده كنا مطلعينه كده بس، لكن بما ان زودنا صفر على الشمال ففي صفر على الشمال طلع لنا هنا. اوكي، نفس الكلام ان انا لو عملت لك المثال بتاع 12 ناقص 15 هيساوي نيجاتيف 3، ال 12 هي 1100، اتفقنا ان انا ايه بحب اقفلها صفر على الشمال، ناقص ال 15 اللي هي 1111، اتفقنا برضو احب احط صفر على الشمال. يبقى ده الرقم الاولاني ينزل زي ما هو، والرقم التاني نعبر عنه تبقى دي بلس وتبقى بالتوس كومبلمنت، يبقى اقلب يبقى 1 0 0 0 0 بلس A بلس 1. اجمع يبقى 1 0 1 1 1. خد بالك ان ده برضو نيجاتيف 3. اخد بالك يا محمد، ها رغم ان في بيت زيادة معانا بس هتظبط معاك برضو. من شوية سألتني على موضوع ان لو زودنا رقم هل هتفرق، فاكر لما عملنا المثال بتاع نيجاتيف 53؟ مفهوم الشباب الكلام ده؟ تمام يا باشمهندس، كويس قوي. طيب عايزين بقى دلوقتي ايه، نخش بقى في حاجه
اسمها دوائر الادر. تمام الادرز. في عندنا في الاول خالص كده حاجه اسمها الهاف، الهاف ادر. ايه الهاف ادر ده؟ الهاف ادر ده بيبقى عباره عن بلوك. البلوك ده بيخش له تو انبوتس تمام اسمهم A و B، ويطلع منه تو اوتبوتس اسمهم السمشن والكاري. سمشن وكاري. من الاخر كده الهاف ادر ده بيعمل ايه؟ الهاف ادر ده هو بيجمع A plus B، بيجمع two bits، بيجمع two bits. تمام يبقى الهاف ادر هو بيجمع two bits. طيب عندنا يا جماعة حاجة كمان، عندنا حاجة اسمها الفول ادر. الفول ادر وده بيبقى عبارة عن بلوك. البلوك ده بيخش له تلاتة inputs اسمهم A و B و C، يطلع منه two outputs اسمهم برضو submission و carry. بس عشان نفرق ما بين C الانبوت و C الاوتبوت بنسمي ده C in وده C out، حتى تعالى نسمي ده C out برضو. تمام الفول ادر ده بيعمل ايه يا جماعة؟ هو بيجمع 3 bits A plus B plus C in، يبقى هو بيجمع 3 bits. ال 3 bits دول اخرهم هيكونوا كام يعني؟ 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1 يدينا ايه؟ يدينا 1 1. يعني مجموع 3 bits السايز بتاعها بيبقى عبارة عن رقم 2 bits، يعني ده اخره كده. طيب يبقى كده انت عرفت حاجة اسمها ايه؟ half adder و full adder. تمام؟ طيب فعلى سبيل المثال مثلا لو جيت قلت لك ايه؟ لو جيت قلت لك we have two numbers، خد بالك بقى من السؤال ده عشان ده سؤال امتحان. two numbers each two bits. الجمله دي معناها ايه؟ معناها احنا عندنا رقمين كل رقم two bits. تمام design، الديزاين ايه؟ ديزاين الادر سيركت بتاعتها ماشي using الفول ادر. يبقى كده احنا بس عندنا ايه؟ الهاف ادر ده بنرمز له ب اتش اي، والفول ادر ده بنرمز له ب اف اي. تمام طيب بصوا يا جماعه بالراحه كده، انت عندك ايه بالظبط؟ انت عندك رقمين اسمهم A1 A0، بيتجمع عليه رقم تاني اسمه P1 P0 والناتج. طب بالراحه كده لو عندنا يا جماعه رقمين كل رقم 2 بيتس، ممكن حد يقول لي الناتج هيبقى السايز بتاعه كام بيت؟ اثنين وممكن ثلاثة. احنا دايما هنتكلم على الورست كيس او يعني الاكبر كيس، هتبقى كام؟ ثلاثة. ثلاثة، انك يعني من الاخر كده انت هتعمل ايه؟ احنا هنجمع A0 و B0 الاول، هيطلع لنا ناتج وكاري. تمام؟ يعني هيطلع لنا summation 0 وكاري 0، صح كده؟ كاري 0 يتجمع مع A1 و B1 يطلع لنا summation 1 والكاري 1 او الكاري الاخراني خالص، صح كده؟ يعني هيبقوا 3. الناتج هيبقى كام؟ هيبقى 3. فدي تعمل لها ديزاين ازاي بقى؟ كالاتي، هيبقى عندك ادي فول ادر وادي فول ادر. تمام يبقى ادي فول ادر وادي فول ادر. الفول ادر اتفقنا ان هو بيخش له كام بت؟ بيخش له 3 ويطلع منه كام بت؟ يطلع منه 2. فانت اول 3 هيبقوا مين؟ انت عايز تجمع A0 وB0، يبقى عايز اجمع A0 وB0. طب والرقم التالت؟ انا مش محتاجه في حاجه، مش محتاجه في حاجه، حطه بصفر. تمام؟ هيطلع لك سميشن 0 وكاري 0. تقوم اخد كاري 0 ده فين بقى؟ تقوم جمعه على A1 وB1 يطلع لك سميشن 1 وكاري ايه؟ والكاري النهائي خالص. يبقى اذا ده الناتج، ادي سميشن 0 سميشن 1 والكاري اوت، يبقى ده ايه؟ ده الريزلت. ها حد فاهم حاجه؟ تمام. طيب لو جيت قلت لك عندنا نفس المثال تاني، اعمل لي ديزاين 4 بت binary adder.
يعني عندنا ايه؟ عندنا of two numbers، يعني عندنا two numbers بس كل واحد فيهم قد ايه؟ كل واحد فيهم 4 bits. يعني عندنا a 3 a 2 a 1 a 0 هيتجمع على b 3 b 2 b 1 b 0 فيطلع الناتج summation 0 summation 1 summation 2 summation 3 وكاري نهائي كاري فاينل او كاري اوت. تمام. طيب ساعتها هنعمل ايه؟ اكيد ان احنا هنعمل العمليه دي يوزنج 4 فول ادر. يبقى ادي فول ادر اولاني، استنى كده كبير قوي ده اهو، فول ادر اولاني بيكون داخل له 3 وطالع منه 2، يبقى ده اول فول ادر. تمام. هناخد الفول ادر الاولاني ده نبتدي ان احنا ايه هنكبيره اهو كمان واحد اهو، وايه هنستخدم 4 يعني اهم. تمام كده يا شباب. طيب هتبتدي تعمل ايه؟ احنا عايزين نجمع A0 وB0 الاول، يبقى هجمع A0 وB0 وصفر خلاص، هيطلع لك summation 0 وكاري 0. كاري 0 ده يقوم جاي مجموع هنا مع الـ A1 والـ B1 يطلع لي summation 1 وكاري 1 اهو، يجي يتجمع هنا مع A2 وB2 يطلع لي summation 2 والكاري ده يتجمع هنا مع A3 وB3 يطلع لي summation 3 ومين والكاري final. يا جماعة فهمتوا اللي هو اللي احنا عملناه ده كده اسمه ايه يا جماعة؟ اللي عملناه ده كده اسمه parallel other. دي دايرة ال parallel other. By the way دي بتبقى موجودة في IC لوحدها كده. تمام؟ هو المثال اللي قبليه ما كانش ينفع نعمله بالهاف ادر صح؟ هو ليه ما ينفعش ولا دي حتى ليه؟ علشان خاطر دي يا باشمهندس، عشان الكاري. بالظبط كده. بس عارف انا كنت ممكن مثلا اخلي لك ده او الاولاني خالص يبقى هاف ادر، وساعتها هيبقى ايه مش محتاجين دي، صح كده؟ صح. ده لو انت عايز توفر يعني. هو دايما اول واحده خالص يمكن استخدام الهاف ادر، ولكن بجمله بقى. ها فاهم قصدي؟ مش مهندس معلش في حاجه، كنت بتستخدم الهاف ادر تعمل بيها ايه؟ ولا حاجه، ما عملتش بيها اي حاجه، لان الهاف ادر انا بجمع بيها 2 بيتس بس. شفتها يا باشمهندس ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس. خلاص كده تمام؟ طيب. بس يعني في المساله دي انا ممكن الاولاني ده كنت اخليه هاف ادر واشيل دي. متفق معايا ولا لا؟ عشان الزيرو ملوش لازمه. عشان الزيرو ملوش لازمه، ولكن هي فرقت معاك في حاجه؟ لا مش فرقت. ما فرقتش يعني. مثلا شايف المساله الاخيره يعني بدل ما كنت استخدم 4 فول ادر هتقول لي استخدم 3 فول ادر واحد هاف ادر، اللي هو يعني ما وفرناش حاجه برضه. تمام. ما كده كده دي اي سي هتجيبها يعني. تمام. طيب اظن مفهوم الكلام. طب عايزين بقى نعمل ايه بقى؟ بص بقى ركز كده، بص اللي جايه دي. عايز اعمل ديزاين تمام 4 بت سبتراكتور اوف تو نمبرز. ثانيه بقى، سبتراكتور يعني عايزين نعمل a 3 a 2 a 1 a 0 ماينس b 3 b 2 بي واحد بي زيرو. معلش يا جماعه فكروني كده، احنا كنا بنعمل ايه في سبتراكشن؟ كنا بنجيب التوز كومبلمنت. ايوه تمام، بالتوز كومبلمنت صح؟ يعني كنت بتنزل الاولاني زي ما هو واقول ان السبتراكشن هيبقى اديشن صح؟ وتقلب التانيين صح؟ كان في حاجه كمان، ايه هي؟ واجمع واحد. ايوه اجمع واحد هنا صح. طب ايه رايك بقى ده هيتم بقى عن طريق ايه؟ اقول لك بقى، ادي اهو الفول ادر بتاعك ماشي اهو. طب ايه رايك اول عمليه عندك انك بتجمع ايه؟ A0
مع بي زيرو بس ايه؟ خدتوا بالكم؟ وون هنا، حد اخد باله من الوان ده بقى حطيته فين؟ اظن هنا استخدام الفول ادر ضروري جدا. هيطلع لك هنا مين؟ هيطلع لك هنا الناتج الاولاني مثلا اس زيرو، وده يروح فين بقى؟ نكمل بقى حياتنا عادي جدا اهي A1، وبرضو B1 مالها نط، يطلع S1 وده برضو يروح هنا A2 B2 نط S2 وده يروح هنا مع A3 و B3 نط S3 وده في الاخر اللي هو الكاري ايه؟ الكاري فاينل. يا جماعه ادوني فيدباك ان انتوا فهمتوا دايره السبتراكشن. تمام. خدتوا بالكم الكمبيوتر بيتعامل ازاي؟ الكمبيوتر بيتعامل ان هي اديشن وملوش دعوه. تمام؟ انت بقى اللي ظبط له الدنيا دي. حلو كده الكلام؟ حلو قوي. طيب بصوا بقى الدايره اللي انا هعملها اللي جايه دي وقولوا لي رايكم فيها. تمام؟ الدايره دي كده قول لي رايك فيها هيكون ايه؟ لو دخلت لك هنا A0 A1 A2 A3 تمام؟ ركز بقى معايا في اللي جاية دي. ماشي؟ وادي B0 XOR مع حاجة كمان B1 XOR مع حاجة كمان B2 XOR مع حاجة كمان P3 XOR مع حاجة كمان. ايه الحاجة بقى كمان دي؟ قالك الحاجة دي هي الحاجة دي هي دي هي دي. بص هي دي. وقلت لك ان ده هسميه ايه؟ هسميه X مثلا. تمام؟ طيب وبعدين هقول لك ان ده S0 وده مدخلينه كالعاده هنا موضوع البروباجيشن ده اللي هو ده بيسلم ده بيسلم ده و S1 S2 S3 والكاري النهائي. طيب بصوا يا جماعه بالراحه كده، لو الاكس بتساوي صفر، تمام؟ لو الاكس بتساوي صفر ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هو يعني ايه حاجه يتعمل لها اكس اور مع الزيرو؟ حاجه يتعمل لها اكس اور مع زيرو. اولا فاكرين الاكس اور؟ يعني دلوقتي بس كده عايزين نرجع خطوه لورا. تقريبا كان لازم الاثنين يبقوا متشابهين الانبوتس عشان تطلع واحد. كويس يا باشمهندس، كويس يا باشمهندس، حلو جدا. انا بس هعمل لك ايه؟ ريمبر وات اباوت اكس اور. ماشي؟ لو قلت لك عندنا ايه؟ لو قلت لك عندنا B و X داخلين في الإكس أور وطالعين Y، ممكن تقول لي الإكسبريشن كان بيبقى اسمه إيه بتاع الإكس أور؟ كان بيساوي X بار B زائد X B بار. مش ده كان الإكسبريشن؟ أنت قلت لي من شوية الإكس أور بتشتغل لما يبقوا مختلفين، ما هو مختلفين أهو، بتشتغل لما يبقوا مختلفين، صح يا شونس؟ طيب لو جيت قلت لك if ان انا هحط لك الاكس بزيرو، يبقى ده معناه ان الواي هيساوي كام؟ زيرو بار يعني 1 اند بي زائد اكس دي هتبقى زيرو اند بي بار. طبعا زيرو اند بي بار يعني هتروح يعني يديك 1 اند بي يعني بي، يعني ساعتها الواي هي البي نفسها. طب if ان الاكس ب1 ساعتها الواي هيساوي كام يا جماعه؟ لو الاكس ب1، لو الاكس ب1 يبقى الاكس بار ده هيبقى بزيرو and b or 1 and b bar، يعني دي راحت يعني هيتبقى لك b bar. يبقى من الاخر كده الx or لما بيخش لها واحد من الانبوتس بتاعتها بصفر الاوتبوت بيبقى هو الانبوت التاني، لما بيخش لها واحد من الانبوتس ب1 بيبقى الاوتبوت هو الانبوت بار. طب ايه رايك بقى هنا لو حطيت لك الx بصفر؟ مش ده معناه اللي طالعين هنا ممكن حد يرد عليا يقول لي هيبقوا مين؟
هيبقى الاصليين بي 0 بي 1 وبي 2 بي 3. تمام، يبقى بص هيبقوا الاصليين، ما احنا اتفقنا لما الاكس ب 0 بيبقوا الاصليين، يبقى هيبقوا بي البيهات الاصليه، وساعتها هيبقى الزيرو ده جاي هنا كمان. ممكن حد يقول لي كده ساعتها انا كده بعمل اديشن ولا سبتراكشن؟ اديشن. اديشن، يبقى كده ده معناه ان الريزلت هيساوي a plus b. طب if x equal 1 ممكن حد يرد عليا؟ يبقى اللي طالع اللي طالعين هنا هيبقوا مين يا جماعه؟ تبقى البي بار، البي هات بار، واللي واصل هنا هيبقى كام؟ واحد. يبقى انت كده حرفيا واحد. بتعمل ايه؟ سبتراكشن. يا سلام، يبقى ده كده انت بتعمل ايه؟ انت كده عملت دايره ادر سبتراكتور. وصلت؟ عشان يا باشمهندس السبتراكشن اهي. ثانيه اهي، بص يا باشمهندس السبتراكشن بتدخل البي هات بار وتدخل 1 هنا، مش هو ده السبتراكشن؟ اه مظبوط يا باشمهندس. بس ها ظبطت معاك ولا لا؟ تمام 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 قوي. يبقى انت كده عملت ادر سبتراكتور الاثنين مع بعض. اوكي ها اظن كده مفهوم يا شباب. تمام طيب، فاضل كده كانت مساله كبيره قوي بصراحه، بس يعني انا لو قلتها لك دلوقتي يبقى احنا كده ايه مش هتستوعبها مني كويس، فاحنا هنوقف لحد كده علشان انت يكفي جدا المحتوى اللي انت خدته ده. تمام، خدنا مسائل كتير وخلينا بقى ان احنا نعمل ايه، نحل المساله اللي هي الميجا دي، نحلها مع بعض في المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله تمام. أوكي يا شباب، ها حد عنده كده أي أسئلة؟ تمام، شكرا يا باشمهندس. العفو، العفو عليك، يلا نشوفكم على خير.